مشاهدينا وين ما كنتم، مرحبا بكم في هذا العدد الخاص من برنامج الجزائرية شو، لأنه راح يكون سياسي محض، لأنه أكيد برنامج الجزائرية شو يتبع الأحداث، والجزائر راح تعيش ظروف استثنائية. دون إطالة مشاهدينا، نرحب بالسيدة غني عن التعريف زبيدة عسول، إذا رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي وعضو قيادي في حركة مواطنة تحت تصفيقات الجمهور. كما أرحب بسيدة عائشة دحمان بوحجار، ناشطة جمعوية وعضو مكتب التنفيذي للتجمع الاقتصادي الجزائري وعضو مكتب المعهد الدولي للأسرة تحت تصفيقات الجمهور. كما أرحب بالسيد عامر رخيلة، الخبير الدستوري، رح يكون معنا في سهرة اليوم تحت تصفيقات الجمهور. كما أرحب بصحفي أغلاس أمقران اللي رح يساعدني في تنشيط هذا البرنامج. يتفضل معنا. وكالعادة مشاهدينا، برنامج الجزائرية شو يفتح الأبواب لكل المبدعين في الثقافة في الرياضة، فراهم معنا بطلين عالميين وأولمبيين، شيرين عبداللاوي وسيد علي العمري، يتفضلوا معنا تحت تصفيقات الجمهور. وفي كل سهرة السبت يكون معنا فنان، مشاهدينا نخليكم تكتشفوا الفنان المبدع أكيد للجمهور، عنده جمهور واسع في الجزائر، حبينا نشوفوه اليوم كفنان وحبينا نشوفوا رأيه في السياسة. نرحبوا سويا بالفنان لراو سيغسان. عشري بور توجور جزائر، انتي حبي ديما ساكنة في تحيا الجزائر. يلا يا بلادي، ما فيكش الحق وحقك كان مخبي، لابد يجينا نهار والظالم كشفو ربي. يا بلادي ما فيكش الحق وحقك راهو مخبي، لابد يجينا نهار والظالم كشفو ربي. مرضيتو بلادي نبغيك، مرضيتو نبغي نبغيك، يا تزايد واش عملو فيك، يا تزايد نموت عليك. كامل عشقي عشيري بور توجور، الأولى والعجزير الله بغيك ديما ساكنة في قلبي. عشيري مون أمور، عشيري بور توجور، جزائر انتي حبي ديما ساكنة في قلبي. تحية الله جناس، تحية الجزائر. ميرسي.
مشاهدينا الفنان تريز انغاجي بعزيز راهو حاضر معنا في بلاتو الجزائرية شو. مشاهدينا ما تروحوش بعيد، فاصل ونواصل. بكم أنتم مشاهدينا وكذا بضيوفي الكرام، رانا فرحانين لأنه وصلنا واحد المرحلة أنه نهضروا بدون قيود بكل شفافية. راهم حاضرين معنا رجال قانون، كذلك سيدة زبيدة عسول غني، يعني تعرف لي الحراك الشعبي اللي راهي تقوده ولا راهي من بين الناس لهم يقودوا الحراك الشعبي، ولكن هي غنية يعني تعرف باش تناضل من أجل الشعب الجزائري. السيدة اللي ربما كثير بالك ما يعرفوهاش، ولكن من بعد نحطوهم في الصورة سيدتي الكريمة، نقول لهم أن هي من جهتها كذلك تناضل، وأكيد الفنان تريز انغاجي اللي بالك في وقت وين واحد ما كان يهضر بعزيز كان يهضر، وبالك من بين بالك فنان ولا اثنين انذاك اللي كانوا يتكلموا، بعزيز من الفنانين اللي تكلموا انذاك، ولكن كذلك راهم عندنا من ذوي الاحتياجات الخاصه بطلين عالميين واولمبيين، هذه هي في الجودو. مرحبا بكم في برنامج الجزائرية شو. قلنا أنه برنامج الجزائرية شو في قناة الجزائرية وان، قناة كل الجزائريين. أكيد ما نقدوش نبدأ بلا ما نرحبوا بالببليك اللي راهو جاب العلامات، جاب العلامات، كذلك لوركستر ديالنا اللي في كل مرة يرافقوا الفنانين ديالنا، نرحبوا بهم على رأسهم بوب وكل الفرقة. إذن أغيلاس مرحبا بك. شكرا. لاباس؟ لاباس يومك ضربت حطة باش أنا شباني فرحان. أنا فرحان. أنا فرحان. بعد نشوفوا دستوريا قانونيا إلى رانا فرحانين أم لا. إذن قبل ما نروح للجانب القانوني والحراك اللي راهو بعزيز تكلمت في وقت وين واحد ما كان يتكلم، ولكن كي الناس قاعد تكلموا بعزيز ما تكلمش، ما شفناكش، وين راك بعزيز؟ أنا فرحان لأول مرة كنت نجوز في بلاطوات يقولوا لي رد بالك ما تمشي، اليوم حتى واحد ما قال لي رد بالك هذا. كانوا يعاودوني الحصص بعد الحص في لي بلاطو يقولوا لي بعزيز روح بشويه الله يسجيك وكذا. فينا تروح في المونتاج. تروح في المونتاج، اليوم أنا فرحان. لا فيغيتي انا تبع بيان سور فرحان، سنينا هاد اليوم هاد اليامات سنينا هم ماشي 20 سنه، احنا 40 سنه كامل احنا كاع ضد، وكيما نقولوا ان شاء الله، وكيما كاع الجزائريين جو بونس متخوفين اوسي، انا متخوف باش ما يسرقوناش هاد كيما سرقونا هاد الثوره اوت بارونتيز الثوره تاع وسينا ثورات وسينا وجاو انتهازيين سرقونا هاد الشيء هذا ولحنا هاد الفرحه من القلب وكاع. متخوف بعزيز من هذا الشيء؟ متخوف باش ان شاء الله هاد كيش يقولوا ليلون بوزيتيف، هاد الجانب الايجابي ان شاء الله اللي خرج من الشعب، اللي خرج من الشعب وان شاء الله يكمل للشعب باش ثاني نعالجوا نفسنا، نعالجوا ماشي غير المشاكل السياسيه برك، ان شاء الله نخليوها ليلون ايجابي وما يدخلوناش هادو اللي سرقوا لنا الثورات وسرقوا لنا وكذا، اللي يجوا هادو اللي هم مخبيين تحت هكذا ويستناو وهما كيدخلوا يدخلوا بالدراهم يغلبونا وكذا. نعم. كيف هذا ما كان هذه محسوب لها بصح. من بعد نجيك لنقطة الفنانين لأنه راك فنان وراك تمثل فئة الفنانين بعزيز. إذا سيدة بوحجار، ربما سيدة بالحجار بالحجار بالحجة، سيدة زبيدة عسول ربما نعرفوها أنها بلا ما نطرح لها سؤال، هل سيدة عائشة كانت البارح في المسيرة أم لا؟ حتى نحطوا المشاهدين في الصور. عائشة بالحجار عمرها ولا غابت على الشعب ولا على مسيرة الشعب، ربما بالك انت شابة مازال ما تعرفينيش، لكن أنا من نتاج الحراك الشعبي من نهاية السبعينات، يعني ملي بديت ملي دخلت للمتوسط وأنا في وسط الشعب ونتحرك بالشعب ونتحرك مع الشعب ودائما مناضلة مع الشعب ودائما مع الحراك الشعبي، وعمره لا غبنا على الساحة ولم ينتجنا أي جهة وإنما انتجنا الشعب ورانا في مع الشعب. نعم هكذا حتى نحطوا المشاهدين طبعا وشاركت نشاركوا بقوة، ونحن ندعم الشعب يعني أينما توجه. نعم. كل الشعب الجزائري.
شكرا. سيدة زبيدة عسول، هل من 22 ابريل، من 22 ابريل وسيدة زبيدة عسول في المظاهرات؟ 22 فبراير. نعم قبل، اعتقد اولا بغيت نشكرك على هذه الاستضافه، واليوم مع كل هالضيوف اللي راهم موجودين معنا هذا شرف عظيم اني نكون معاهم، وكذلك الشباب اللي راهو قاعد معنا اليوم. انا برك نحب نقول حاجه باللي كاين بزاف الناس حبوا يوصفوا الشيء اللي رانا نعيشوه في الجزائر منذ 22 فبراير. كاين اللي يسميه حراك، كاين اللي يسميه مسيرات تظاهرات، انا سميته، انا اعطيته وصف فضلي اللي هو ثوره سلميه حضاريه. سميته ايضا هذا استفتاء مباشر من الشعب مباشره للسلطه، للراي العام الوطني وللراي العام الدولي. ولكن هذا الاستفتاء ما كلفش الخزينه العموميه ولو كان سنتيم، يعني استفتاء بلا كما نقولوا احنا ما جبنا صناديق الاقتراع ودرنا انتخابات ودرنا، دار استفتاء. لما تهزي ديري قراءه منذ الاستقلال الى اليوم في كل حتى الدساتير اللي ربما فاتت على الاستفتاء الشعبي عمره ما كانت مشاركه بهذا الحجم. هناك تقديرات اوليه تقول باللي كاين بين 15 19 20 بعد الخرجه تاع البارح. نعم. تاع اللي 15 فقط سيده عسول. نعم اللي فاقت 20 مليون اعتقد. نعم. في كل التراب الوطني تكون فاقت 20 مليون. والناس اللي كانوا حاضرين هنا في العاصمه صح كيقول لك ما عندكش وين تحطي رجلك، صح ما عندكش وين تحطي رجلك. نعم. اذا باش نرجعوا درك نجاوب على السؤال تاعك، انا اعتقد باللي الشعب اللي وصل خرج بالملايين واربع جمعات متتاليه، اعتقد باللي لازم نقولوا باللي حقيقه تاريخيه بلي هذا الشيء ما جاش من العدم، جاء من نضالات متراكمه، تراكمات تاع نضالات نتاع افراد واحزاب المعارضه والنخب والفنانين كما سي بعزيز. نعم. والصحفيين الشرفاء اللي كانوا في الميدان، هذو كل ساهموا في رفع الوعي العام. لكن لو ديكليك كما نقولوا احنا يا توجور ان ديكليك، انا قلتها اعتقد تكونوا شفتوها لا فيديو اللي درتها في راديو ام في سبتمبر. نعم. اللي فات قلت لهم باللي لو يرفع القمع على الشعب الجزائري سيخرج في 48 ولاية وسيخرج في مظاهرات سلمية حضارية شعاراتها أيضا واضحة أنها وشعارات اليوم رأي واضحة واضحة. نعم. لا غبار عليها. لكن اليوم نقولوا باللي هذه ثورة الشعب. نعم. ما هي ثورة حتى شخص ولا حزب ولا، كاين نضالات كاين خرجات، وكي قلتي لي أنا خرجتي، احنا بدينا في حركة مواطنة إلى الذكري. نعم. بدينا نخرجوا في أوت الماضي. نعم. خرجنا في أوت في ساحة شهداء، وخرجنا في قسنطينة، وخرجنا في بجاية، واليوم الحمد لله الشعب الجزائري كان عنده وعي، كان عنده نضج سياسي، كان عنده كما نقولوا احنا رؤية لأوضاعه، وحب اليوم يقرر وحده. نعم. يعني رفض كل الوصاية. نعم. اليوم الشعب الجزائري يعني تخلى على كل الوصايات. نعم. حتى وقال أنا نقدر نقولوا ما راهو يثق في اي حراك ولا احزاب. لا 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 مش هكا، لا الشعب قال انا بغيت. نعم. نقرر اليوم. نعم. حب يعني قرر الشعب. نعم. قال أكيد. انا ما بغيتش الوصايه. نعم. وكان جميل طرف الشعب الجزائري انه لما في اول نوفمبر بعزيز ناضوا ضد الاستعمار الفرنسي ما كانش هذا شاوي وهذا قبيلي وهذا ما الجزائر العاصمه، ونفس الشيء اللي عرفوا الحراك الشعبي انه نفس الأفكار ومتوجهين إلى نفس المصير، إن شاء الله يكون مصير لكامل الجزائر، لأن الجزائري كل الجزائريين. سيد عامر رخيلة، دستوريا كل هذه الإجراءات اللي راهي صارية أقرأها لنا دستوريا، لأنه أنت خبير دستوري وحبينا توضعنا في الصورة سيد رخيلة. شكرا. بعد بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله. أنا سعيد جدا بوجودي بين هذه الوجوه الشابة والزملاء والزميلات والمنشطة المتألقة. يعطيك الصحة، شكرا على قبولك دعوتنا. الله يبارك فيك. شوفي إذا كان فيه أحداث حدثت في الجزائر وكانت متميزة، ثورة نوفمبر لأول مرة تحقق وحدة الشعب الجزائري بالشكل اللي تحدد به، ولأول مرة تكون عندنا ثورة على مستوى وطني، تكون عندها قيادة وطنية، تكون عندها أهداف محددة. قول الكلام هذا لماذا؟ لأنه عرفنا ثورات وانتفاضات في القرن التاسع عشر، عرفنا قمع في الخمسة واربعين، ولكن كان دائما جهوي، حتى مقاومة الأمير عبد القادر ما تمكنتش ما تكون على مستوى وطني. اليوم
حدثنا مفاجأة. مفاجأة هذه هي درس للعالم. علاه؟ لأنه كنشوفوا تاريخ العالم في الدول الغربية الديمقراطية، ولا دولة سبق بها تنظمت فيها مسيرة في يوم واحد بشعارة واحدة وشاملة جغرافيا كل البلاد. هذه بالنسبة لنا يسمى شيء يعني سابقة في التاريخ، سابقة في التاريخ، وليس غريبا على الشعب الجزائري أنه يحدث، لأنه ثورة الجزائر الثاني كانت ثورة متميزة في القرن العشرين. الآن تقولي لي الدستور، سبقتني زميلتي وقالت باللي تم الاستفتاء الشعبي، واحنا عندنا مشكلة في الدستور هذا مرت عليه في السنين، نعم. 2016-2019 الدستور أنا قلتها أكثر مرة وبكل مسؤولية، يصلح يكون كل شيء إلا وصفه بالدستور مش دستور، نعم. هذا تاع 2016. علاه؟ ممكن نقول كلمة للمختصين، لأنه هذا الدستور ضغط عليه واحد العموميات، ضغط عليه واحد التنازل تاع المؤسس الدستوري عن السمو نتاعو إلى درجة حتى شرع بأوامر. كاين حاجات اللي ما تحتاجش باش تكون في الدستور. الدستور شنو هو؟ الدستور هو وثيقة بين ترسم الرسم الدستوري للمؤسسات، تحدد مجالات الحقوق والحريات الأساسية للإنسان والمواطن، وتترك المشرع التطور تاعه هو اللي يحدو عن طريق التشريع، يدير شيء ولا ينقصه يتطور، لأنه ما تحكموش في التطور. هكذا يكون عندنا استقرار دستوري، ويكون عندنا في نفس الوقت إمكانية مسايرة المتغير تحصل. لماذا أقول كلام هذا؟ لأن الناس اللي وضعوا الدستور ما مشي هذا الشباب، وما يفكروش بهذا التفكير هذا الشباب، ما مشي راح يتطوروا كما راح يتطوروا هذا الشباب. ثقافة ما ثقافه هذا الشباب. الآن الشاب متفتح على ثقافة عالمية، ولما أقول ثقافة عالمية عنده رموز الآن يقتدي بها. شفنا كثير من أولادنا يعرفوا يسميوا الفنانين، يسموا رؤساء، يسميوا مثقفين عالميين، ويتمنوا باش يكونوا مثلهم. لذلك الذهنية اللي سادت في إقرار الدستور كانت قاصرة للأسف، نعم. هذا القصور ثاني طرحنا دخلنا مع الاستفتاء أيضا. لا ماشي قضية استفتاء، هذا موضوع آخر، موضوع آخر قضية الاستفتاء. في 2018 دخلنا في أزمة، نعم. الأزمة والحقة موجودة من 2014. واش خلق نتيجة هذا؟ كونت مجموعات ديكلون على مستوى مصدر صنع القرار، وإذا بنا وجدنا تناقض بين، نعم. هاد ليكلون قضية الصراعات بيناتهم، نعم. صباح كان قرار، العشية لا كان، نعم. قرار حال ترتيباك كان يمكن تفاديها، نعم. على لو أن السيد رئيس الجمهورية قدم استقالته طبق المادة 102، نعم. قبل سنة، نعم. بالضبط قبل سنة، قبل لا نقول يقدم استقالته، لأنه المادة 102 صيغت بواحد الطريقة اللي ما يمكنش تفعيلها إلا باستقالة رئيس الجمهورية، نعم. هلا ما يمكنش تفعيلها. المادة هذه ما قالتش باللي كيكون رئيس الجمهورية مريض شكون الجهة اللي تعرضوها الطبيب، شكون الجهة اللي تخطر المجلس الدستوري بالحالة تاعو. ما كانش تمناو مستقبلا باللي كنا عرضوا رئيسنا المستقبلي كل سنة ولا كل سنتين على خبرة طبية كما راه موجود في العديد من النظم تاع العالم، نعم. كثير من الدول رئيس صحته تم المجتمع، تم إدارة الشؤون العامة في كل سنة سنتين يخضع لرقابة، نعم. طبية. هذا مفهوم السيد رخيلة حتى نروحوا لل... نعم بعزيز بيت جون بروفيت باسكو انسان تاع الدستور سامح لي هذاك سيد تفضل سي عزيز خذ راحتك خذ راحتك على بالك في الدستور ولكن انا نقول باللي الضربه الاولانيه للناس ما تكلمتش وعلى بالكم رئيس الزوال دار دو موندا دار عهدتين وجاء الرئيس بدل عهدات وين كانوا ناس الدستور هذوك احنا كنا 400 ولا 300 شخص خرجنا خذينا الخباطي دخلونا للدار ما كانش فيسبوك قلناهم ضد هذه العهدة ضد تبدل الدستور وين كانوا الناس كي بدلوا العهدتين هذوك كي دارها خمس عهدات سامحني نسقسي مع باش وين كنت بالك في الدستور خليني نقول لك خليني نقول لك رايي انا معلش انا عضو المجلس الدستوري سابقا وطرحت علي المساله هذه داروها سابقا اسمعني لا هذه داروها في 2008 8 تاع 2008 كان الدستور تاع 96 يقول بلي دوموندا البريزيدون دو ريبوبليك هذه هي صح جا السيد عبد العزيز بوتفليقه كي كانت راح تخلص لا دوزيام موندا تاعو لو دوزيام موندا غير الدستور انا الدوزيام موندا تاعو غير الدستور غير الدستور يومها انا سئلت قلت لهم غير دستوريه علاه؟ لانه المؤسس الدستوري
حدد مدة عهدتين، وهذه اللي تتناسب مع المنطقة على العصر، مع العقل الجديد. وأنه رئيس يمكن إذا كان في 10 سنوات ما يقدرش يطبق برنامج ويزيد يطلب موندا أخرى ولا اثنين وثلاثة، هلا يطلبها. هذا هو الإشكال. تسألني أنا شخصيا ممكن ما تتبعش النشاطات ديالي، ولكن أكد لك حاجة. سمح لي أنا. لا ما عليش بعزيز، رانا نتحاوروا، رانا نتحاوروا. نقولوا وين كانوا هاد الناس؟ حنا كنا نادو كانوا يضحكوا علينا. زيد نقول لك حاجة. وضربونا. أنا نقول لك حاجة. ودوك صدق الغلط بعزيز الشيخ اللي خليناه غير الدستور، خلينا الشعب كان راضي، خليناه غير الدستور ولي كلا كلا ولي شبع شبع. أنا نعرفك. ومن بعد دوك يخلصوا دراهم واسمو ولي نعاودوا نوليو. سامح لي يا شيخ، سامح لي. نعاودوا نوليو كيش يقولوا القلب المشكل. نهار غير الدستور الجزائر كانت راكده، كانت تشطح وتفرح وما بالش، وكانوا يديروا لي زفير تاعهم. حنا كنا 300 ولا 400. ما تعممش ما تعممش ما تعممش. لا لا ماشي عليك شيخ، ماشي ضدك. لا لكن حبيت نقول لك حاجه، سمحي لي. سامحوا لي انا قلت لي حبيت تقولها. انا 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 نعرفك ونعتز بك من خلال الاغاني تاعك، لان اعتبرك وانا كيف كيف شيخ، لا نعتبرك مثقف ملتزم بقضايا المجتمع. الله يسلمك. من غنى على الجنرالات، من اشاد كذا، من كذا، نعرف كذا. ولكن تاكد من حاجه، كانوا التضييق الإعلامي اللي كان موجود في 2008 ما خلاش أصوات لمعارضة للتعديل اللي تم ما خلاش تخرج. والتضييق هذا راه كان موجود، نقدر نقوله أنا شهر لا على مدة شهر يعني. نعم. كان نعم. موجود. سيدة زبيدة عسول. لا لا باش نجاوب سي بعزيز، عنده الحق، عنده الحق يطرح تساؤلات. التساؤلات صح، المجتمع اليوم كي تعطات له الكلمة راهو يطرح فيها. بصح حنا رانا هنا باش نقدموا شويه اجابات اللي تنور الانسان علاش الوضع هذا وقع. شوف في 88 لما في 2008 لما الرئيس قرر هو باش يبقى في السلطه ويعدل الدستور، بصح ما طلبش راي الشعب، خاطرش المفروض في الدستور تاعنا تاع الجزائر المفروض حاجه اللي تمس التوازنات تاع السلطه ليكيليبر دي بوفوار، لازم نروحوا للاستفتاء. بصح هو انا ذاك واش استعمل البرلمان بغرفتيه، والبرلمان على بالك شكون الاغلبيه تاعو. دونك احنا هذاك الوقت كحقوقيين كنشطاء سياسيين كنا طالبنا ما يوصلش. علاش؟ لانه البرلمان راح وصوت على خرق الدستور وفتح العهدات. حاجه اخرى ثاني، حتى كي مرض الرئيس بعد ما خرق الدستور ودال العهده الثالثه، كي مرض في 2013 احنا طالبنا وكان في الجزائريه بعد. اعتقد في انا جيتي لانفيتي تاع لو جورنال وقلت لهم انا ذاك كانت الماده 88 وطالبنا بتطبيق الماده 88، وقلنا لهم يا جماعه كي نطبقوا الماده 88 اللي تقول الرئيس كيعود مريض مرض مزمن ويبقى مريض ويغيب عن الحكم اكثر من 45 يوم لازم نديروا حاله الشغور. نعم. ولازم نطبقوا. قلت لهم هذيك ماهيش انقلاب، هذه ما هي لا انقلاب على الرئيس ولا هذه ديسبوزيسيون تاع الدستور. نعم. هو دارها المشرع، يقدر يكون رئيس بوتفليقه ولا غيره. نعم. يجي رئيس اليوم حتى ولو كان جان ويلي اون بون سونتي، بصح لو كان يمرض اون كور دو روت لازم تطبقوا عليه ديسبوزيسيون. نعم. ولكن واحد ما سمع لماذا؟ نعم. والشعب انذاك الشعب كان مازال يتفرج ويستمع. نعم. واليوم اعطى كلمته اليوم خرج اكيد. اذا تفضلي يا سيدي، يعني باش نعطيك القراءه. نعم. تفضلي سيدي. بخصوص الشعب، يعني اولا طبعا الحمد لله اليوم رانا مجتمعين كما اجتمع الشعب، كما رانا مجتمعين على حاجه اللي هي التغيير الذي يخدم الشعب والذي يطلبه الشعب. هذه النقطه الاولى. 2014 في مع الجزائرية وان لما دعوني إلى بعد الانتخابات كانوا يخوفوا الشعب دائما الانفلات الأمني، أي حاجة يخرج لها الشعب الانفلات الأمني، ربما تذكير بالعشرية السوداء اللي كانت تعود بكثرة. فقلنا لهم، قلتها بصريح العبارة، يعني ما نديروش حنا يا علاقة ودائما نعلقوا عليها باش نحبسوا الشعب أنه يتحرك أنه يغير. سي بعزيز تكلم قال أين كانوا الدستوريين، أين كانوا، أين كاين أحزاب، كاين سياسيين، كاين دستوريين، كاين قانونيين تكلموا صح، فنانين تكلموا صح، لكن الشعب كانوا دائما كان خايف على بلاده. نعم. كان خايف تعاود الانفلات الأمني. الشعب من بعد تأكد بأنه كما يتحركش هو
تتحرك يتحركوا الاحزاب يتحركوا الفدائيين يتحركوا كل شيء ماشي في صالح الشعب لكن ماشي لا لا ما محتوا لا يتحركوا معليش في صالح الشعب يتحركوا في صالح الشعب كان متخوف احنا ما خفناش على بلادنا احنا تخوفنا على بلادنا اللي قلنا لهم ما تعاودوش ما تزيدوش هاو الحقنا لها لكن كي ما تحركش الشارع برمته كما هذه المره كي ما تحركش الشارع كي تحرك الشارع الان كي تحرك الشارع الان فلا بد ان الان الجميع يسمع لصوت هذا الشعب نعم. ولهذا الحراك القوي نعم. للشعب الجزائري اللي ما نقولش أنا 20 مليون ولكن نقول فعلا 40 مليون يعطيك صحة سيدة عائشة إذن ذوي الاحتياجات الخاصة كذلك يوم الخميس خرجوا باش يمدوا ورايهم على سياسيين وشوصاري لأنه في كل مرة وفي برنامج الجزائرية شو نقولوا أنه ذوي الاحتياجات الخاصة راهي فئة مهمشة وحتى 400 ألف اللي تدوها باغ تخيماس راهي قليلة على ذوي الاحتياجات الخاصة ولكن اليوم راهم معنا بطلين عالميين وأولمبيين كذلك إذن شيرين لاباس صافا الحمد لله يعطيكم الصحه بوغ لانفيتاسيون صافي بليزير نتواجد مع اساتذه وفنان والبيبليك اللي لهنا الله يحفظه و بون كما يقول لك هذه السياسه دوكا قوقعه صعيب باش تدخلي فيها نعم ولا دخلتي فيها صعيب باش تخرجي نعم ومامطو كما يقول لك ان شاء الله يحفظ بلادنا ان شاء الله يا رب بس هي الام تاعنا هي اللي حميتنا في هذه الساعه رانا في اسمها هذه الام تاعنا أم الفئة المهمة شاورهم يتكلموا يعني كمية جميلة الجزائر بشبابها نعم بيان سور وكما يقول لك دوكا ان شاء الله يبانوا الرجال اللي يحكموا البلاد تاعنا وان شاء الله نكونوا كاع بخير ان شاء الله اذا سيد علي ربما شيرين سيد علي وشنو هي الإعاقة تاعكم لانه ما ظهرتش الإعاقة وين راهي صراحة انا ما على بالي شنو هي الإعاقة لا اوني دي مال فايون نعم لا 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 في ديالنا ناقصه نعم كي تكون عندك اون فيزيون ناقصه تحسبي مع ذوي الاحتياجات الخاصه نعم اذا اعطيني فرق وين ذوي الاحتياجات الخاصه لما يكون بطل عالمي ولا بطله عالميه وواحد يعني يكون عادي بطل عالمي وبطل اولمبي هل نفس الشيء في الجزائر لا لا في الجزائر ماشي نفس الشيء بمعنى يعني المنح احنا يندو 50% واش يدير تدو النصف النصف يعني ميداي اولمبيك فاليد ماشي كيما ميداي بارالمبيك سي باغي بوغ لي شامبيون دو موند انه ذوي الاحتياجات الخاصه راهم يدو في ميداي اكثر من انا تكلمت شحال من المناسبات تكلمت مع وزراء بزاف على هاد المواضيع كنت تكلمت مع سي الحاش ميجيار ومع وزير اللي قبله ولا غنسيت اسمه نعم طبيب اللي كان طبيب هذاك اللي كان تهمي ماشي تهمي هذاك وحكي لك قال لك سكيل باري ولا وكيف كيف بصح القانون مازال ما ترسمش نعم اذا ذوي الاحتياجات الخاصه نقولوا انه بارتري ميرسي دو 400000 هكذا 400000 400000 وقالوا لي حتى انيسه باش توجدي دوسي ملف تاع ذوي الاحتياجات الخاصه بوغ لي بارون لي ولادهم مازال ما قفلوش 18 سنه سي با ايفيدون باش يكملوا الملف من بعد بارتري ميرسي يوصل لك يعني 400000 سيده زبيده عسول هذا الشيء قليل جدا سيده عائشه يعني ما كاش كاع 400000 اسمحي لي نقاطعك في هذه بك باسكو سي ان سوجي تري سونسيبل على بالي بازيز او معايا في الراي ماشي غير سي تري سونسيبل عيب اتليت ديليت كيما الاخ ولا الاخت اللي يسونترين على بالك التدريبات تاعهم تدريبات شاقه ويخدموا بزاف ومن بعد تشوفي لي صالح انا حتى ما وصلتش لي زاتليت انا نهضر على ذوي الاحتياجات الخاصه واحد ما راهوش اتليت 400000 ما دير له والو هادو ما شاء الله راهم دي هادو زاتليت هادو ميونطرينيو نو مي باش تشوفي ميم التفرقه اللي يديروها الوزاره تاعنا ولا الفيدراليات في المنح تاعهم كيفاش اتليت ديليت يجيب اون ميداي لا عنده 100% عنده هو بطل اولمبي 2008 سي سا ومرتبه ثالثه في اولمبياد 2012 سي سا وتشوفي بلي ما سي با نورمال سي دي زالجيريا كوم ما تيهبلوناش من بعد يقول لك اليوم كي يشوفوا الشعب خرج يقول لك علاش المسؤولين ماشي يديروا خدمتهم اذا لا سمحتي لي يا نساء يعني كيعودوا ابطال من هذا النوع
وكاين تفرقه بين البطل اللي نعم. راهو فاليد فاليد نعم. والابطال كما اللي راهم معنا اليوم اللي عندهم ذوي احتياجات خاصه. كيفاش تكون النور بدنا علام واحد ايه علام واحد كيفاش تكون كيفاش تكون لا ديسكريميناسيون يعني تمييز سلبي بين بطل وبطل اخر هذو في زوج جزائريين وكي يديو الميداليه يهزوا درابو جزائري واحد يسمعوا كنقارنوهم ذوي الاحتياجات الخاصه يدوا لي ميداي اكثر من لي فاليد يعني هذا شيء لازم نعاودوا يعني السياسه انيسه لازم السياسه تاع الرياضه كامل تغير كما نعم. كما باقي السياسات السياسه الثقافيه نعم. السياسه الاجتماعيه كل هذه لازم اعاده نظر من جديد نعم صحيح بعزيز انت راك فنان الله يبارك غني عن التعريف اليوم كيفاش راك تشوف الفنانين اللي راهم على الحراك شعبي يعني راك فيغ راك تشجعهم من البعيد لانه على بالي باللي بعزيز ربما راهو يشوف لانه يقول لك انايا نهار اللي ربما انضربت ولا قلت ضميت صوتي باش ربما كنت بالك كنا واحدنا كانوا هاد الفنانين بعض نعم. الفنانين شفتي في زوك كانوا يخافوا يقعدوا معايا في قهوه نعم باش نقول لك بون خلينا مي هذه الدنيا هذه ما هكذا هامله لا هذه حكايه تاع الجزائر سي ليستوار ما نلومهمش وهذو اللي خافوا الان هم خرجوا في الحراك الشعبي بيان سور نشوفهم بالسيلفي وكاع هاك ما جوست خوا معك بعزيز واش حبيت نقول انا كنت يعاضوني لي بلاطو افون باسكو قالوا بعزيز خلاص حبس وكالي قالوا شراوه راك تعرف دوك الحكومه الدوله تاعنا توسخ الفنان النقي ولا السياسي النقي والشعب خصني كومبليس معاه اوسي باسكو ما يعطيكش هذيك الفرصه تاع يسام نتاع تاع يشوفك بطوموبيل يقول لك هاو الشراوه اش طوموبيل شابه ما يخلولكش حق الرد معليش لازم كي تغني جمون فوت تاكل ساندويتش الكاشير والموبيلات دوك حنايا معليش قالوا شراونا قالوا كدا واسمو واش حبيت نقول لك انا كنت نقول لهم في لي بلاطو يسقسيوني هكذا يقولوا بعز نقول لهم حنا انا الناس يشدوني يقول لي بعزيز كاين تي نوز انسبيري كيما بنت تقول لي علمتنا شويه حنا درنا اللي علينا في وقت اللي علينا نقول لك انا مانيش شاب كنت نقول واحد الكلمه توجور في لي بلاطو نقول دوك الشباب يدير الثوره تاعو حنا ما دخلوش حنا نسوتنيوهم حنا تاع الشوك جيب لي الشوك نصدم انا با بروبليم ونتبعوكم لي جون بصح الثوره تاعكم ما نجيش نقول لك انا مني مديبرونشي ما عنديش فيسبوك ما نعرفش من بان لاكولور ديالو انا والله لا نقدرش نتكلم هو راهو باللون تاع السيده زبيده عسو دوك انا ما نقدرش نتبع الشباب لو خفيف يخطف نعم. والدنيا انا ديجا راني سويس مانيش مي جو دير دوك حنا خدمنا خدمه تراسينا طريق حنا نتبعوا نساندوهم بصح هذه الثوره تاعهم كنت نقول في لي بلاطو الشباب تاعو ما فهموهاش يقول لك واش بدا روحوا حنا ما جبناش انا معاكم وخلاص حبيت نقول هاد الشباب الثورة تاعك ولازمنا مشروع تاع مجتمع واش حبينا حبينا نعوم وحبينا نصلي وحبينا العمرة حبينا برسولون حبينا واسمو لازم الشعب هذا دوك الان اليوم يخمم المشروع تاع حياته هذا واش حب بصح سيد بعزيز الان كانه كاين الشعب يحب الحرية دابا نعم. ايه الحرية بصح لازم هذه الفرصة تاع الإيجابية للشعب الناض وكاع نعم. باش يخمم واش يحب نعم. مشروع تاع حياته سيد بعزيز الآن كاين فنانين اللي كانوا يعني ما كانوش ضد النظام يعني كانوا فنانين الآن شفناهم في الحراك الشعبي ولكن عكس بعزيز ما نسميش قلت لك أنا نقول لك كانوا يخافوا يقعدوا معنا يا شهر تهضر له بوليتيك يقول لك هبلتني بالبوليتيك راه بعد نعم. يبدا يهضر دوك أنا نشوفهم في الصف الأول وكاين فنانين ماشي عندهم شهر شهرين داو كيش يقولوا دي سوم انورم من وزاره الثقافه وكاع وشفتهم داو دي كونترا يعني من وزاره الثقافه هي دات لا مارش وما مازالوا يغنوا وما شفتهم انا بالسلفي ولا ما نتحفظ شويه سامحوا لي ما نقدر عندي حق نتحفظ نعم تخيل هذا حق هي حقك انه تتكلم وهذيك شوف جانب فنانين نعم اكيد خلينا من لي زوم دافع اللي قلبوا الفيستا وخلينا من الاخر اللي راهم يعسوا تشوف انهم توغلوا باش يستغلوا هذا كل الشباب هذا ياخذ حذره الثوره تاعو ما احنا ما تسحقوناش احنا ماناش دينوزور ماناش نولي نقول لكم احنا درنا برمي نوفمبر وكاع كيما الاخر احنا تسحقونا للشوك لو سمعنا معاكم بصح ما الثوره تاعكم هذه يا خويا سامح لي الثوره تاعكم احنا كبر ماشي كبرنا مي الثوره تاعكم تحبوا نساندوكم تبعوكم تسحقونا انا معاكم حتى للشوك اذا بعزيز يقول لك كاين بعض الفنانين اللي يركبوا الموجه ما
هذاك بوش الموجه ميسرفيو بالسرف هذاك تاع نعم اغيلا حبيت برك نشوف بارابور لهذا واسمو بعزيز انت انسان حنا لا جينيراسيون تاعنا انا انيسا نعرفوك مليح ونا سويفي فوزيت ان شونتور اونغاجي باينا انت ليبوك يافي معطوب الناس لي اورتيل اللي ترحموا عليه اسمح لي ما تكلمتش على ناس احنا والو احنا احنا ربي سبحانه وتعالى مددنا حياتنا ما متناش خذينا شويه ضرب وكاع معطوب الناس الجزائر الناس ماتوا 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 على جالي كونديكسيون تاعهم على الاخر وكوباونا لو ليان بين الشباب ولي زونسيان على بالي هاد الدوله هذه بالعاني تكوبي لو ليان باش ما يفيقوش حتى الناس اللي ماتوا على الجزائر هذو نسيناهم حتى عالم سمح لي معليش بيان سور بيان سور حتى بلد في العالم 200 ألف ميت على الجزائر شهداء فصيناهم قال اي قانون فصي اوبلي يا غيان دوتو بوليسيه ماتوا شباب مات مغنيين مات موسيقيين ماتوا فصيناهم اي فص هاد الناس هادو شاركوا كاع في الجزائر هادو نعم صحيح انا شنو نقولوا بلي نخوفوا ناس ولا مي هادو ما يلزمش نحيو من تاريخنا والشباب اليوم يلزم يعرف تاريخنا كيما حنا كنا صغار عرف ما درناش الثوره قرينا وثقفنا وعرفنا شكون دار الثوره والشباب عنده واجب دوك يثقف نعم بالنا بعزيز دار الثوره شتي من الباب 5 اكتوبر القلوزه بعزيز برك عندي سؤال معليش يا اخي سخنت شويه بعزيز باغابور او ريزو سوسيو ما تشوفش باللي بعزيز قلت لك انا لا جينيراسيون تاعنا انيسا اكسيتيرا نعرفوك مليح داكور لي شونسون تاعك كذا مي اسكو هاد لا جينيراسيون اللي مورانا هاد جديده لو كان زعما تخدم بلوس سور لي ريزو سوسيو ميم لي ميساج تاعك يجوزو باسكو اون ا بوكو دي سور بعزيز وعلى بالك بلي سيتي دي على بالي ما قلتليش حبيت نقول لك انت لو كان تيوتيليز لي ريزو سوسيو يعاونوك بزاف على خاطيني انا السلفي وكاع ما نقدرش يا اخي راح نروح نصيد راه عطاك الجواب هذا كيما نقولوا ستان شوا يا خويا نعم وريزو سوسيو فيهم المليح وفيهم الدار اكيد الايجابيات والسلبيات سامحوا لي شديتكم سي بعزيز متخوف انه ناس تسرق الثوره السلميه تاع الشباب نعم. ما تخافش نعم. انا نقول لك انا دائما كنت نقول لهم هذا الشعب عنده عبقريه نعم. وما تخافوش عليه سورتو لا جينيراسيون هذو اللي زادوا من 99 ورجع وهما اللي خرجوا داروا نعم. الثوره هذو ما تخافش عليهم نعم. يعرفوا يدافعوا على مشروعهم نعم. ويعرفوا يحافظوا عليه سيده زبيده عسول نعم تفضلي الشيء اللي ربما ايضا نطمئن نفسي ونطمئنوا بعضنا بعض انه فعلا كاين بعض الجهات حتى إعلامية حتى فنية حتى بعض الجهات السياسية حبت تلصق هذه الحراك تنسب ليها الحراك تنسب نعم. لا وتنسبوا الناس واحد أخرين نعم. لكن بفضل أولا وعي الشعب والماتوريتي اللي وصل نعم. لها الشعب واللي دائما يتميز بها الشعب الجزائري واللي السياسيين أيضا كانوا فيها وكثير من المخلصين من هذه البلاد يعني اللي عرفوا بأن لا يمكن أن نترك لأحد أن يسرق هذه أن يستغل هذا الحيرة حتى ولو كان حزبه حتى ولو كان نعم. مؤسسته حتى ولو كان عائشة سيدة زبيدة عسول وسيد رخيلة الآن هناك من يقول أنه لازم تمثيل شخص يعني تعيين شخص يمثل هذا الحراك الشعبي سيدة زبيدة عسول مع أم ضد شوفي هي العملية مش هكذا حسابية قال مع ولا ضد هو درك هذه الثورة الشعبية هي ثورة شعبية ولكن باش نقولوا أيضا الحقائق كاين الناس اللي كانوا يقولوا باللي النظام هذا يقولوا له لازم أنطنك سيستم بوليتيك لازم تروح ولازم تسمع للشعب بصح هو ما حبش يسمع لهم اذا لازم تعيين شخص لا لا, لا مش شخص لا 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 شوفي احنا ما لازمش نخرجوا من الحكم الشخصي ونعاودوا نطيحوا في شخص انا اعتقد هذا رايي كي نقول شخص السيدة زبيدة عسول يعني من كل ولاية يكون هو لازم ممثل. لازم أولا لازم يكون ربما هناك ناس اللي تقدر تكون كوساطة بين صوت الشعب نعم والسلطة نعم. لكن أنا مادام عطيتيني الفرصة أنا نقول باللي هذا الناس اللي يقدروا يديروا الوساطة لازم يكونوا محل قبول من طرف الشعب وعندهم مصداقية ولكن سورتو ما يكونوش متورطين في تسيير شؤون البلاد خاصة في العشرين سنة الأخيرة إذا سيدة زبيدة عسول راهي لكن من جهة أخرى نقدروا نقولوا باللي مادام السلطة تقول هاي تقول لأني سمعت صوت الشعب أول حاجة الرئيس أو من يتكلم باسم الرئيس حان الوقت أنه يحل البرلمان بغرفتين نعم هدايا الجواب تاع سيدة زبيدة عسول سيدة عائشة نعم بالنسبة لي في المرحلة الآن الشعب راه قادر يعبر
على المطالب تاعو بدون ممثل وضوح الحراك الشعبي بكل، وتوجه مباشرة إلى السلطة وراه عارف واش راه يقول بشعاراته. نعم. بكلامه بتدخلاته لا لممثل الحراك الشعبي حتى الطفل الصغير، حتى الطفل الصغير. نعم. راه يتكلم خلاص، أنا راني نتعلم من هاد الشباب بعض التعبيرات. نعم. وبالتالي الحل ليس أن يمثل الشعب الآن أيا كان، الحل استجابة إلى السلطات تجيب لي شعارات وكل مطالب الشعب، وعنده مرحلة وين يجي الشعب يختار الممثلين تاعه بكل حرية بالدستور. نعم. اللي اتفق عليه الشعب الجزائري اللي هو الآن راه هو الدستور يعني الآن. نعم. هو الشعب الجزائري، ويكمل الشعب الجزائري المسيرة نتاعه وينهيها بانتخابات حرة نزيهة. نعم. يختار فيها ويعدل. نعم. دستوره فيها. سيدة عائشة ضد تعيين ممثل هذا الحراك الشعبي، لو دخلنا في التمثيل الآن راح تبدأ التجاذبات. نعم. سيد رخيلة عامر، مع يعني يكون ممثل للحراك الشعبي كما قالت سيدة زبيدة عسول حتى يروح يتكلم باسم الشعب مع السلطة، السيدة عائشة تقول لك دوك تبدأ حرب، شكون اللي راحين نديروه يمثل هذا الحراك الشعبي ويبدأ الانشقاق، والخاسر الأكبر راح يكون الشعب. أكيد الشعب. شوفي بعزيز كان تكلم على البروجي دو سوسيتي. نعم. غياب مشروع مجتمع هو اللي خلى هذه الآفات السلطوية تتكرس، هو اللي خلى الاحتقان. دونك نطرب بالحراك الآن وشنو هو؟ هو بلورة مشروع مجتمع، بروجي دو سوسيتي اللي ضمن انتقال المجتمع. احنا عندنا حراك هذا خلاف الشيء اللي ذكروا فيه الأخوة، أو بدا من 2014 كاين ناشطين موجودين عبر التراب الوطني، من 2014 هم يشتغلوا، تعزوا في السنوات الأخيرة بحركات أخرى، وصلنا لحالة الحالة الثورية يعني. نعم. اندلع الشارع، اندلع الشارع بواحد الشكل اللي ما كانش متوقع. الآن الإشكالية اللي راهي مطروحة، لا السلطة سعات للتهدئة من خلال الاستجابة لطلبات الشارع، على الأقل في بعض الرموز اللي تمثل الفساد بالنسبة لها واللي فيها استفزاز للشارع، اكتفت بجعل بوكيميسار سيد أويحيا راح. نعم. وكأنه هو الوحيد اللي راه مطلوب قطف وجوده، كان رموز كثيرة مازالت موجودة. الآن الشارع هذا إذا قلنا باللي ما كانش أي حراك على مستوى ولو بلدية قرية دشرة كان ما يكونش فيه محركين، ما كانش مستحيل الحراك البشري، ما كانش العفوية وما كانش تلقائية، لازم كاين عمل تم، وهذا تتويج للعمل هذا. بقى الآن حتى ما تكون الزوبعة في الفنجان والنظام يراهن على عامل الزمن والدعوة تبرد وربما كذلك الاختراق ربما كذلك كسره، لابد من أنه يفرز هذا الحراك ممثلين له في التعامل مع السلطة. والممثلين هذو أنا في تقديري يعني. نعم. لازم ما نطيحوش في فخ كل شيء عاصمة، قال جيب ممثلين من العاصمة، لا الجزائر ما راهيش العاصمة بالضبط. الجزائر راهي 48 ولاية. أكيد. الجزائر راهي الهجرة. نعم. راهو كاين عندنا عشرات الالاف اللي شاركوا في هذا المسار هذا، ولذلك اذا كان فيه تمثيل كما قالت الاخت، لو نطرحوا مسألة التمثيل الان ينفجر. نعم. السيد فؤاد الخيلة، سيدة زبيدة عسول، حتى بعزيز اللي قال راني ديباسي بار لا تكنولوجي، سيدة عائشة، وحتى يعني البطلين العالميين والأولمبيين وأغيلات، هل اليوم نقولوا أن الشبكة العنكبوتية فيسبوك يعني راهو وصل يقدر سلطة رابعة أم خامسة، ما على باليش كيفاش نسموه هاد الشبكة العنكبوتية؟ بالتأكيد شوفي القرن 21 جاء بتغيير يعني خارق للعادة، هو تكنولوجيات الاتصال، وهذه بدأت حتى الثورات اللي بدأت ما سمي بالثورات العربية بدأت عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي. علاه؟ لأنه كل الأنظمة الشمولية اللي فيها استبداد وفيها تسلط وفيها غلق لقنوات الإعلامية العادية اللي هي السمعي البصري، قنوات الإعلام الأخرى بكل تشكيلاتها، اليوم كي جات التكنولوجيات هي اللي احدثت الثوره. لانه بكري القمع يعني لما تروحيش للتلفزيون والسلطه مش راضيه عليك وانت خارج خطاب السلطه ما عندكش الحق توصلي للتلفزيون، وهذا ما نعاني منه نحن كمعارضه منذ سنوات اننا ممنوعين
من القنوات العمومية وحتى القنوات الخاصة. بعض القنوات الخاصة. لا لا باستثناء بعض اللي بقات تعيط للمعارضة قليلة جدا أنيسة، هذه حقيقة لازم نقولوها. لكن اليوم قنوات التواصل الاجتماعي ولا تكنولوجيا التواصل الاجتماعي اللي هي لي ريزو سوسيو اليوم هي اللي صبحت مباشرة المواطن على باله واش يصرى في بلاده وعلى باله واش يصرى في العالم، ويقدر يدير اون ريفوليسيون عن طريق هذه القنوات. انا نذكر في العام 2018 انت تعرفي باللي العديد من الصحفيين كانوا في في الحبس، وانا كنت من يعني من بين هيئه الدفاع المكونه باش ندافعوا على حريه الصحافه وندافعوا على الصحفيين. تعرفي باللي الصحفيين كي دخلوا للحبس يعني المشكله تاعهم انهم ولاو يتعاملوا مع الوضع تاع تكنولوجيات الاتصال ويتكلموا على امور ويديروا مثلا يديروا لي زونكيت، يروحوا ينكيتيو على المسؤولين، يمدوا بعض المعلومات بالوثائق. هذه اللي خلات النظام رغم انه حريه الصحافه مكرسه دستوريا وانه ممنوع تسجني الصحفيين، لكن النظام ما زال رغم انه حق دستوري لما واحد من الصحفيين يتجرأ ويتكلم مثلا على ظاهره الفساد تاع العديد من المسؤولين في مستوى الحكومي، في مستوى الولات، في مستوى بعض رجال الاعمال، واش قبلتهم السلطه؟ قبلتهم انها دارت لهم قضايا، فبركت لهم ملفات واحالتهم امام العدالة. اذا اليوم نقدروا نقولوا ان فيسبوك حقيقه صبح اليوم ثوره. لماذا؟ لانه الشيء احنا في بعض في وحده من المرافعات امام المحكمه كان وكيل الجمهوريه يقول له وكيفاش عرفت انت بلي هذيك النهار راح يديروا وقفه؟ ملا كان واحد من الزملاء تكلم قال له سيد وكيل الجمهوريه هذا الصحفي عايش في القرن 21 وانت راك عايش في القرن 16، غاضوا الحال ما عجبوش الحال. قال له كيفاه تقول له؟ قال له ضرب في الفيسبوك يقول راح نديروا الناس كل تجيب بالملايين. واليوم الثوره الجزائريه مشات بهذا الاتجاه. اذا هذا هو اللي كسر حاجز القنوات القنوات والسلطه والاستبداد هذا كسرات القنوات. نقطتين مهمتين يعني كما قال الفنان بعزيز ما لازمش ريفيرونس اليوم في بلاطو الجزائريه. ما نسمعوش قطيعه نحللوا فيسبوك اولا ما لازمش تكون قطيعه بين الاجيال. نعم معليش سمحوا لي النضال ما بداش في 2014. النضال ما بداش في 2014 وقلت لك بنت النضال الميداني النضال عمره لا توقف. احنا قلنا الاداه لا معليش سي لي ريزو سوسيو. لا لا اني جايه لهذه بارك الله فيك. نعم النضال والتواصل والتراكميه الحمد لله يعني راه الان جابت نتيجه تاعها. الشعب كاين خصوصيه عند الشعب الجزائري، صح يسكت صح يسكت في مراحل، صح يقدر بعض يعني المصالح البلاد وهذا الى اخره، صح راه يشوف انه الفنانين نضربوا، راه يشوف الاحزاب اللي واجهت، راه يشوف الناس اللي ماتوا كما قال يعني نعطوا مثل كبير بزاف اللي هو الذبيح بوسليماني كيفاش مات على الجزائر وكيفاش ذبحوه قطعوه وذبحوه على خاطر ما بغاش يدمر البلاد. هذه كلها ثمرات راه يستثمر فيها الشباب الجزائري، والقطيعه ما لازمش تكون. هذه نقطه. النقطه الثانيه قضيه التواصل الاجتماعي او التكنولوجيا بصفه عامه، الحمد لله يعني اصبح الشعب الان استاذ بامتياز في استعمالها لمصلحته، مصلحه البلاد، مصلحه الجزائر ومصلحه الجميع. المشروع اللي رانا نتكلموا عليه صح خويا عنده الحق والاساتذه عندهم الحق، اننا الان لازم نروحوا عندنا مجتمع جزائري عنده ثوابت، عنده مبادئ، عنده قيم، عنده اللي تأهله وعنده ثروات بشريه. نعم. شباب. نعم. نساء ورجال يعني وعنده ثروات ماديه. نعم. اللي تأهله باش يعاود. نعم. ينهض
من جديد. في أسسه وقيمه وأخلاقه وشفناها نعم. والحمد لله نعم. الفكرة وصلت نركز عليه مع الشعب الجزائري نعم. أبا عزيز عندك دهد خرجت نروحوا إلى فيسبوك باك نقول على نعم. فيسبوك صح وكما نقولوا سي موين دو كومونيكاسيون تواصل وكاع مليح ولكن فيه كمان فيه وعليه كما نعم الجانب السلبي أكيد كما نقولوا الثورات العربية دي صح ثورات فيسبوك كي نشوف النتيجه تاعها واش مدت وكذا كارثيه لا لا بعزيز منك هذاك التدخل الاجنبي اللي وصل لهذا الشيء هذا على فيسبوك في ابو اسماعيل لا 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 نهضر سامحني لا لا هذا اللي كان النظام يستعملوا باش يخوف الشعب الجزائري باش ما يخرج لا النظام ما نهضرش عليك انت لا لا اليوم ما لازمش نقولوا باللي الفيسبوك هو اللي ادى الى المسائل سقوط الانظمه حبيت نقول وسيله للتعبير عن الحريه سيت مويان ويكون وسيله وسيله اعداء وسيله دابا واش حبيت نعم لربما للتوغل في بعض المجتمع بالوعي هو اللي خليك شوف لا ميم تكنولوجي تعطيها الانسان واعي يوصل بها القمر نعم. ويبني بها حاجه ايجابيه مجتمع سلبي وتعطيها الانسان جاهل نعم. ولا انسان سلبي يقدر يدير بها نعم. كوارث هذا ما كان التجربه احنا نستفادوا من اخواننا في كل العالم حنايا نستفادوا ودينا الدروس تبني الثورات في الجرح نعم النقطه سيد رخيله انا عندي اضافه فيسبوك الان بالنسبه لنا مهيمن إلى درجة أنه نسبة معتبرة من المجتمع ما يشوف لا تلفزيون ما يسمع نعم راديو الأخبار يدوها في الشبكة العنكبوتية من مختلف الأعمار ماشي الشباب برا حتى عجايز ولكن كاين شيء لازمنا دائما يثار ولا بد من وضع نقاط على الحروف ماهوش شيء لازمنا نقارنوا الشيء اللي راه يجري في الجزائر بما جرى في بعض الأقطار العربية لأن الوضع في الجزائر غير الوضع في هذه الأقطار جي سوريا ولا خليني نسميهم سوريا ولا مصر ولا ليبيا ولا حتى تونس أوضاع اللي كانت موجودة عليها قبل ما يسمى بالثورة العربية ما ماناش في نفس الوضعية حنا شفت تسمع لي نقاطعك باسكو انا عشت الثورة عشت الثورة التونسية ولكن تسمع لي تسمع لي أبا عزيز وتونس كانوا يقولوا احنا أحسن في العالم وحنا عطينا دروس للعالم شيء اللي حبيت تقولوا لازم تفهموا ما كتبوش على شعبنا شوف شيء لازم تفهموا لا ولا تسمح لي ما نكتبوش عليه دوك الشعب تاعنا يا بعزيز ماشي احسن في العالم اوني با دي سويد ما قلناش هذه خليها الولد عباس هذيك السويد احسن من السويد خليها الولد عباس شوف ماشي 24 ولينا سويدوا شوف بان تفهموا عندنا مشاكل ماشي واحد هذا واش حبيت تقول المعارضه اللي كانت الانظمه هذه هي اللي طارت ضدها احنا ما عندناش معارضه اللي طرد ضد النظام عندنا ناشطين سياسيين ناشطين حقوقيين وعندنا الشارع المعارضه نتاعنا الاغلبيه الساحقه منها هي مندمجه مع النظام معارضه تاع السلطه ماشي معارضه للسلطه نعم فهمت ولذلك البعض البعض لا تسمح لي راني قلت البعض حتى هو قال راني قلت البعض بصح ما استثني تكمش هاي بعد فاهموا ما استثني تكمش يعني انا بالنسبه لي عندي تصنيف المعارضه عندنا احزاب بالنسبه لي تحت يافطه المعارضه ولكن منحازه للسلطه هي معارضه تاع السلطه كاين معارضه للسلطه للاسف معارضه للسلطه هذه قليله عندنا يعني عدد قليل من الاحزاب كاين وراهم يحوسوا يشيطنوها يحوسوا لا لا شوف هذه المظاهرات حتى تنتج عليها معارضه يعني كيما احنا نسموها معارضه ان شاء الله شوف احنا رانا مقبلين على شيء ما نقدروش ماناش قادرين نستوعبوه النظام مش قادر يفهمه علاه لانه عنده نموذج تاع التفكير عنده طريقه تاع التفكير اللي ما تاهلوش نعم باه يفهموا شنو يجري في الشارع نعيشوا ثوره بالمفهوم الثوره وشنو الثوره؟ ماشي الثوره معناها سلاح وحرب وكذا وشنو احنا نقولوا سلميه رانا نعيشوا في ثوره سياسيه نعم. ثوره اجتماعيه سلمية. ثوره فكريه ثوره اللي تريد القضاء على وضع والبناء على انقاذ هذا الوضع السيستم راه يقاوم نعم السلطه سلطه راهي تقاوم كل ما جاتش تقاوم انا اقول لك تغيير الرموز اللي عندك وانت تروح تجيب لي رموزك المستهلكه
وتزيد توجعني بها. انا اقول لك، انا اقول لك دير حكومه تمثيليه، حكومه اللي تقدر تتفاوض، اللي تقدر تمثل، نعم تتفاوض مع الشعب. بس يا عمر، لا لا وانت هل اللي هو تسبب في الازمه يقدر يحل الازمه؟ نعم. من بعد نروح الى فاصل موسيقي. نعم من بعد اغيلت. نعم باختصار حتى نروح. معليش ما قبل بك نهضروا على ريزو سوسيو باش نحييوا احنا الشعب الجزائري، فخامه الشعب الجزائري اللي صح لي ريزو سوسيو الفيسبوك وما شابه ذلك كان وسيله، لكن الشعب هو اللي خرج للشارع. نعم اكيد. اذا نروحوا من الجانب الايجابي كما قالت السيده زبيده عسل، كل واحد كيفاش يدي هاد لي ريزو سوسيو من الجانب الايجابي نروحوا به، بعيد من الجانب السلبي ما نروحوا به. حبيت نقول كلمه الله يسجيك، باسكو شوف انا ما كذبتش على روحي وقت الجنرالات وما كذبتش على روحي وقت الفيس وما نكذبش روحي اليوم، باسكو مانون سي تري سامبل دو سويفر لو موفمون، تقول انا مع الشعب ويلا ويلا، حاجه سهله. بصح كي تقول الحق، باسكو يفو بلو اجير افيك سونتيمون، دوك بالعواطف. حنا لي ماير وحنا واسمو انا ما نضنش، اون 24 اور ما نوليوش لو ماير دي موند، سي با بوسيبل. عندنا مشاكلنا والشعب ماشي شخص واحد. الشعب ماشي شخص واحد، تحد على فكره واحده وغدوه يبانوا مشاكلنا كيما مشاكل كاع الشعوب. حنا باش نقدم، ما تكذبوش على الشعب هذا، ما نكذبوش على نفوسنا. ما نكذبوش على نفوسنا. ولا كذبوا علينا 50 طون، انا ما نكذبش عليك اليوم، نقول لك انت شعب فيك المليح فيك الدوني ولا ولتحت، كاين اللي يحب الجزائر، كاين اللي ضد الجزائر، كاين اللي راح يلعب، كاين اللي راح يوسموه، هذه هي. حبيت ترجعوا لنا دوك انتم وين سومان ولينا احنا احسن كما كنت نسمع لنا الثورات، راه عشت ثورات تونس انا عشتها تما، كانوا يقولوا احنا ماشي كي الجزائر، وسوريا يقول لك احنا ماشي كي الجزائر، وتونس تقول احنا ماشي كي الجزائر، احنا الشعوب كاع نتشابهوا، كاع نتشابهوا، وما نكذبوش على الشعب، نقولوا له الصح. شيء جميل، شيء كبير اللي قلت اللي عملته، وعطيت صح الدرس لاخر، ولكن الحذر مليح، الحذر مليح. نعم اسمح لي، انا اسمح لي، سامح لي بصراحه تاعي ما نمشيش انا مع الموجه ديريكت. كي تعطي المثال تاع تونس ولا ليبيا ولا سوريا، كانت فيه مساجين سياسيين. لا لا مانيش نمثل، فيهم ناس قضوا، فيهم ناس قبل الثورات هذه اللي حدثت قضوا 20 و30 سنه لانها معارضه، كانوا موجودين في السجون. نعم. ما عندناش هذه الحالة، عندنا حالات خاصة وقليلة. باش نقولوا على هذا الشيء. لا ولكن هذا هو، كاين معارضة هي اللي قادت الثورة في الثورة في اسم الثورة. مانيش نقول احنا كيف كيف. ماشي نقول شي معارضة اللي قادت الشيء. شعب عظيم. تونس قالوا احنا شعب عظيم وعطينا الدور. واسمه. عزيز. اسمع. نعم. احنا الشعب ماشي شخص واحد. نعم حتى نروحوا إلى فاصل موسيقي. الشعب ما توصلوا ممثل واحد. اتفق على حاجة، اتفقنا طاب قلبنا كامل من هذا السيستم. بصح ومن بعد نعودوا المشاكل تاعنا ونعودوا النقاش تاعنا. يعني الحذر راهو يقول لكم بعزيز انه ما را يعني حتى ما نقولوش مثاليين، ما كاش انسان يعني مثالي على هذا الارض. لا لا هو يعني خاف بالك يتوغلوا ناس في هذا الحراك الشعبي. هو حب يقول لا. حاجه باللي هذه المسيرات وكذا راه فيها مكونات الشعب كامل، كاين القدره الجزائريه، والقدره الجزائريه فيها كل ما نكذبوش عليه، ما نقولوش اون فيت كل ولد عظيم. اذا راكم تفقدوا في هذا النقطه. حبني حبني ما حبنيش يدب راسه. بعزيز واش نحن نسمعوا الان؟ سمع لك تخلقت ولاد الحرام. اذا تفضل سي حسين. اذا مشاهدينا فاصل موسيقي ورانا راجعين. كاع بوندية ولاد الحرام، بصح بالبورسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام، خدا عليك تفوت تستاج. كاع بوندية كاع بوندية كاع بوندية، بصح بالبورسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام، خدا عليك تفوت تستاج. يلا حساس ولا بلونطون، يضليش الوش في الدنيا باش يطلع في الزيشلون. اتيو يا وليد فاميليا راك الحق تلفان بوغسون، وليد الحرام 30% سيبو شاف بيرسونيل، لابد عليه يكون ميشون، لازم يجمد كاع رجال. انسي فون 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 شياتين لا تور ايفيل، انسي فون 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 شياتين لا كامايا. كاع بومبيا كاع بومبيا، بالبرسنتاج وليد فاميليا وراجل خدام لابد عليه. يلاه
نجي هكذا في عبد الامه وهكذاك لو كاع البيتي وليد الحرام 99 99% اصبح كاع الوليد اليوم رجع اليوم رجع مازال واحد هيا الفايقين اللي عنده 100% شكون هو طول الموندو في هو اللي كتب هاد لا شونسون كابونديا 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 بصح بالبرسنتاج اللي فاميليا وراك كابونديا لابد عليك فوقت ستار إذن بعزيزة وحضر معنا بعزيز مضاع على فانت كارير تاع مراد زيروني وح يمضي اليوم فانت كارير تاع أنيسة شايب من بلاطو الجزائرية شو يعطيك صحة لهاد الأغنية يا أخي قلتوا ديمقراطية الحلقة الأخيرة الحلقة الأخيرة اليوم تاع برنامج الجزائرية شو يعطيك صحة هاد الأغنية كان عندي حلم كبير نغنيها في التلفاز يعطيك صحة راك سنيت 20 سنة أول مرة شفتها إذن مراد زيروني قضالوا على فانت كارير أنيسة نروحوا بكين سكوب بعزيز غنا اليوم يطلع شيني غيك ساعة برنامج الجزائرية شو يعطيك صحة بعزيز نعاود نوليو لي نتكلموا على لي ميداي ديال الأبطال اللي راهم معنا إذا قولي لي شيرين وش عاودي قولي لنا وش ربحتي لي ميداي كي تجي من عندكم خير من اللي احنا نعرفوكم في البطولة العالمية في 2013 في الماجر بديت ميدالية فضية 2014 لعبت بو مع لي سينيور كنت ديجا كنت كادات تما كنت مزاني صغيره لكن صغيره شيرين ديت ميداليه برونزيه في امريكان باش تكاليفيت بها الالعاب الاولمبيه في ريو وتحصلت على ميداليه برونزيه كذلك برافو انا نحييك شيرين نروح نزيد عليك زيد عليك تكلم لنا على الميداليه نمدوا الكلمة لسيد علي قلنا وش ربح هو كذلك عندي ما بريمير ميداي ستي شامبيون دي موند 2003 كندا دوزيام ميداي ستي شامبيون دي موند فرانس 2006 برونز ميدا 2007 سي جو مونديو برازيل برونز ميدا تانيك 2008 بيكان جوز اولمبيك ميداي دور 2010-2011 championnat du monde des Jeux mondiaux médaille d'argent vice-champion du monde ou vice-champion du monde les Jeux olympiques à Londres quand on a des médailles bronze pour troisième place on va dit un passage de vide de 4 ans où il n'a pas été le Rio quand on a passé un peu on a passé un peu نتكاليفيو بلي بوان نديرو لي تورنوا دو لي وورد كوبوسمون نديرو لي تورنوا شاك فوا نديرو تورنوا نربحو نقاطي انا هذاك لي 4 هادو كنت راطيت بزاف لي بوان راطيت بزاف لي تورنوا وكنت بليسيت في لي جو مونديو تاع لا كوري تبليسيت اون دومي فينال كنت رابح كانت بقات لي 50 سكوند الكومبا باش نطلع فينال تبليسيت خديت ضربه في لا كوت رفدوني من تم داوني للسبيطار ديريكتومون سما ما كلاسيت درت 5 بلاس ومن بعدك عندي 3 بلاس في كوب دي موند في تاشكنت في اوزباكستان 2017 نوفمبر والحمد لله يا ربي في 2018 هذا نوفمبر اللي فات هذا لو 16 نوفمبر 2018 درت ميداي دارجون في شامبيونات دي موند بورتغال المنزل هل المنزل الحق ولا ما الحق حتى الان والو حتى الان والو الله اعلم والله كانوا في 2008 وعدونا بسكنات سنه
2008 اذا ان شاء الله طولوا ماخر انسة زميلتي نقول لك برك هذه كان واحد المتعامل تاع الهاتف عطاو له باش احنا المسؤولين تاعنا باش عطاو له ان كادو كيما قلت لي لازم عطاو له قيس 40 مليون مكالمه باطل تاكسيفون هنا مخك يبوغي خلي باش يجري على الدوسي تاع لوجمون ايه صح ما فهمت لا سي كون صح نعم اذا ان شاء الله حيكونوا في الاستماع ان شاء الله حيمدوكم كل ما تحتاجوه لهذا الفئه اللي في كل مره نقولوا مهمشه انتم راكم دي زاتليت الله يبارك ولكن ذوي الاحتياجات الخاصه راهم مهمشين ناس أسر فقيرة جدا اللي ما عندهاش ربما اللي كوش لأولادها ذوي الاحتياجات الخاصة للأدوية و جون باس لأنه العديد من المطالب إن شاء الله هذه الفئة يدوها بعين الاعتبار. سيدة زبيدة عسون قلنا أنه النظام أكيد باش ربما ينقص غضب الشعب وسيدة عائشة ربما راكي معايا في هذه النقطة ربما يتصلوا بالمعارضة. سيدة زبيدة عسون هل تصلوا بك حتى يمدوا لك وزيرة ما على باليش وش من القطاع هل تصلوا بك أم لا سيدة زبيدة عسون؟ تم الاتصال بي بطريقة غير مباشرة في إطار تصور المرحلة الجديدة. الجديدة ولكن أنا رافضة تماما لأنه يستحيل وش من القطاع سيدة زبيدة عسون؟ لا ما قالوا ليش أنا على القطاع لا تصور مرحلة انتقالية كمرحلة نعم. لكن أنا رافضة لماذا؟ لأنه الآن الشعب قال الكلمة تاعو والشعب قال باللي أنا ما نقدرش نتصور باللي الناس اللي وصلونا لهذه الأوضاع 20 سنة وحنا نحلوا فيهم نقولوهم شوفوا الشعب ما حبوش ما نقدرش نتصوروا باللي نفس الناس هذو اللي وصلونا للأزمة أزمة سياسية انسداد أزمة اقتصادية حادة أزمة اجتماعية أزمة خلقية هذو نقدروا نقولهم انتم ديروا مرحلة انتقالية وبالتالي أنا ما نتصورش ولا اللي يستحيل أني نقبل المشاركة مع هذا السيستم اللي وصل البلاد لهذا الوضع نعم. في أي موقع إن كان سيدة عائشة تشوفي أنهم لابد يتصلوا بالمعارضة حتى يديروا هذه تشكيلة الوزراء الحكومة الجديدة ما نظنش درك ما يحتاجوش يتصلوا بالمعارضة راهم عارفين رأي المعارضة الحرة وراهم عارفين رأي الشعب وعارفين ما راهمش محتاجين انهم يتصلوا ولا يدوا راي اذا كيفاش سيدة عائشة كيفاش كتشوفي في الوزراء الذي سيكشف عليهم بدايه الاسبوع ولا نهايه الاسبوع لا ادري مانيش عارف هاد الوزراء اللي غادي يروحوا في هذه راهم كيما يواصلوا في مسيرتهم نفس الوجود يعني سيدة عائشة ما على باليش انا ما نجمش كيما قال الاستاذ سمحي لي قطعتك كيما قال الاستاذ رخيله من قبيله كاين ناس في المعارضة اللي عم يسناو بك تليفون خلاص هادو ماشي معارضة هادو ما نسميهمش معارضة اسمح لي أنا ما نسميهمش معارضة هادو راهم كونتر كورون هادو ضد التيار الحراك نعم. احنا الآن دروك لازم السلطة تفهم روحها السلطة تفهم روحها الشعب اختار وقال وقرر نمشوا معاه اللي يمشي ضد هاد التيار الشعب هو السيد الشعب والشعب شوف بالرغم مما يقال عن الشعب صح الشعب فيه اختلافات وجهات نظر فيه هذا شيء طبيعي وهذا اللي يصنع القوة الشعبية وهذا اللي يصنع قوة الشعب الجزائري يعني تروح من الشرق للجنوب من الشرق للغرب من الشمال للجنوب تلقى يعني اختلافات ثقافية هذا حتى اللهجات واللغتين إلى آخره لكن كاين حاجة اتفق عليها أن نثمنها كما قالت الأستاذة زبيدة الحرية حرية الاختيار حرية الانتخاب نعم. نزاهة الانتخاب والتسيير والشفافية والتنمية الحقيقية والقضاء نعم. على الفساد نعم. احنا كشعب جزائري أعطينا فرصة نعم هذا مفروغ من أعطينا بعلاش فرصة نعم. لهذه السلطة أعطيناها لها وقفنا نعم. وسكتنا وحبسنا ودفعنا وإلى آخره لكن خلاص نعم بعزيز عندك تدخل حتى نروحوا إلى نقاط أخرى أنا حبيت نقول نسأل أنا نقصر مع البي سي مع القهوة مع الآخر وكاع كاين كلمة ترجع يا أخي نقولوا صح ما نكذبش على روحنا كي تقول له واش كاين واش راك تشوف الآخر يقول لك ربي يجعل الخير علاش يجاوبوا كاع على هذه أنا حبيت نسأل الناس ولا عندها كش مشروع سانسيغمون بكل واش أنا نشوفو أبخي كيس كون بوغي فيغ باسكو الناس جاب لي ربي يتسائل واش من بعد السلفي والحواس وكذا ولي مارش من بعد واش نعطيونا حل هذه نعم. بلادنا كون إذا السؤال نعم نسأل سؤال فريمون ما في حتى كاين مشاريع موجودة الأحزاب المعارضة الحقيقية موجودة والشعب كيخرج صح ما اطرح حتى حزب وما يطرح حتى واحد وما سيره يعني خرج
خرج من تلقاء نفسه. صحيح ممكن كاين هناك لكن كاين مشاريع، معليش كاين مشاريع، كاين مشاريع. حنا نعم. ماناش بيد على الشعوب والدول الاخرى، حنا دوله. نعم مانيش نتكلم على السلطه، كاين فرق بين السلطه والدوله. نعم اكيد الجزائر دوله. نعم. وعندها رجالاتها من الاحزاب ومن الفنانين ومن الاختصاصيين. نعم. والتقنيين و ويقدروا يقدروا نعاودوا. نعم. نخرجوا بنظام. نعم. جديد. نعم. يخدم الشعب. نعم. الجزائري ومشاريع كبيره تخدم الجزائر. سيد رخيلة. نعم حتى نروح للسيد زبيدان. سؤال الحكومه، هل من الضروري بان نبداو بحكومه؟ لانه الان الخطوات اللي راهي موجوده قال حكومه السيد الوزير الاول. نعم. يجي فيه تصريح ليه يتكلم عن حكومه وعن المعارضه، وكان المعارضه هي اللي نزلت للشارع، ماشي المعارضه اللي راحت للشارع، لانه الشارع راح تجاوز المعارضه السلطه الموالاه. سمحي لي، معارضه محدوده اللي راحت للشارع وماشي هي اللي حركت الشارع. الشارع عنده مكونات كثيره، ولذلك القول باللي كاينه من الكروش راه الشارع راهو يعرف الان. شي لا مطروح سلطه عندها ذهنيه معينه بانت لنا من خلال الوزير الاول، من خلال نائب الوزير الاول، الأول. من خلال وزير الخارجيه. نعم. من خلال القائمه اللي راه يديروها كسب اللي راه يتردد الان راه في لي ريزو سوسيو راه يتردد. كاين عندنا قائمه راهي بدات تنتشر من البارح. سمحي لي، المعارضه المطلوب من السلطه الان اذا كان حاب تدير شيء ما تروحش دير معارضة اللي تفجر بها الشارع، ما ديرش حكومة اللي تفجر بها الشارع. يعني بعض الأسماء اللي تقدر تزيد. كاين شوفي شوفي كاين حاجتين اللي تفجر بها الشارع. سمحي لي، الوزير الأول فجرت. يا دير حكومة من ريزيرف ديالها، لا الناس راهم في الاحتياط خرجوا من الملعب وراهم قاعدين يستناو، هذه مرفوضة من الشارع. نعم. يا دير حكومة بالتواطؤ مع بعض العناصر اللي موجوده في الحراك ولا اللي حتى خارج الحراك وتعزم تزعم باللي راه يتمثل الحراك، وهل يقبلها الشارع؟ بالضبط، وهذه مرفوضه من الحراك. نعم، لذلك مرفوضه من الحراك. لذلك هذا الانشغال الكبير اللي راه مطروح لدوائر التفكير. وانا في تقديري بدل ما نفكر في حكومه تروح تقرر مصير حراك. عطينا سيناريو تاع سيد خبير الدستوري سيد عمر خيل. لا ذكر الان نشتغلوا خارج الدستور. نعم. الدستور بدءا من رساله الرئيس تاع 10 مارس رانا اصبحنا خارج الدستور. نعم. الدستور هو مجمد غير معلن عن تجميده. نعم. ورانا عاودنا الشيء اللي وقع في 65 بعد انقلاب تاع 19 جوان 65 المجلس الثوره يجيب لنا بيان بمثابه امريه رئاسيه ما حلش فيها المجلس الوطني، ما حلش فيها المكتب السياسي، ما حلش فيها اي مؤسسه، وما لغاش فيها الدستور تاع 63، ولكن داروا بمثابة الدستور بديل. نفس الشيء نمشي نعيش فيه الآن. الآن الرسالة تاع 10 مارس راهي بمثابة بديل للدستور تاع 2016. إذا خارج عن الدستور سيد رخيلة، كيفاش تشوف الآن المرحلة؟ الآن إذا الآن عندنا طرفين. نعم. عندنا السلطة فيها معارضتها موالاتها كذا موجودة في جهة. نعم. وعندنا الشارع. المفروض الآن يتم انفتاح السلطة على الشارع. كيف يتم انفتاح السلطة على الشارع؟ بانتداب الشارع لعناصر تفاوض السلطه. لا الغايه راهي الغايه هي يعني الاصلاح او التغيير في السلطه، ماشي التغيير في السلطه ما يتمش من طرف العناصر تاع السلطه نفسها، لانه الذهنيه بكل موضوعيه بكل صدق. لا تجيب لي سي بدوي ولا تجيب لي سي العمامره ولا تجيب لي الاخضر كذا ولا تجيب لي هذول راهم هذول عندهم نموذج من التفكير، هذول عندهم اسلوب تفكير ما يتناسبش مع الشارع موجود الشارع. لابد من استخراج لجنه من الشارع هي اللي ترسم الخطوات، خريطه الطريق هي اللي تدير خريطه الطريق. عندها يتم تشكيل حكومه، يمكن اذا كان فيه تعديل دستوري، اذا كان فيه مجلس تاسيسي، اذا كان فيه ندوه وطنيه، هذه الخريطه ترسم بين الطرفين، لانه بنروحوا بخريطه السلطه. نعم. ونقولوا من يحطوا شيء. سيده زبيده عسول انت مع يعني قال لك سيده زبيده عسول مع مواطنه يعني تكونوا لرسم خريطه الطريق وتكونوا طرف منها السيده زبيده عسول، ويعني قال لك الوزراء اللي سي دو ديجا فيو للحراك الشعبي ماش راح يتقبلها، ما تقبلهاش لما خرج للشارع ماش راح يتقبلها غدا كذلك. شوفي منذ سنوات انيسه وحنا نقولوا المساله اللي طالب بها الشعب اليوم ملي خرج من لو 22 فيفري واش يقول؟ يقول لازم هذا السيستم بوليتيك كما راهو يروح.
اذا هي مش الاشخاص سيفغي راهم رموز، لكن هي قواعد اللعبه اللي لازم تتغير، هذا هو الاساس. اذا ما غيرتيش قواعد اللعبه ميم تجيبيني انا ستسخى لا ميم شوز، تجيبي عامر خيلا ستسخى لا ميم شوز. دونك لازم قواعد اللعبه هي اللي تغير. اول قاعده تاع اللعبه اللي قال عليها الشعب بكل صراحه، ما نحبش اوجه النظام اللي راهي هنا واللي سيرت البلاد منذ 20 سنه على الاقل الاخيره او حتى قبل تكون موجوده في العمليه الانتقاليه. هذه اول قاعده. من بينها احنا نذكروا لازم هذا الناس اللي تكلم باسم الرئيس لازم تحل البرلمان بغرفتيها. علاه؟ خاطش البرلمان انسه ما لازمش ننزل كلكو موا افون البرلمان هذا تغلق بالسناسل وبالكادنات وتندار بوتش، تندار بوتش لرئيس المجلس اللي هو من الاغلبيه تاعهم، داروا له انقلاب خارج القانون وخارج الدستور وعفسوا عن النظام الداخلي وحطوا رئيس واحد اخر. هذا البرلمان اسكو اليوم تقدري تخدمي معاه؟ نعم. ما كان حتى انسان عاقل اللي يقدر يخدم معاه. ربما القطيعه بين الشعب والبرلمان كانت اندارت من قبل. كونسومي دوبي تخي لونتون، ولكن اليوم احنا نهضروا على اذا كان السلطه الى غايه 15 من شهر مارس، يعني الى غايه الامس. نعم. الشارع اللي خرج الامس بالامس وكانت السلطه قالت له انا بون الرئيس راهو يمدد في العهده وما يديرش العهده الخامس، هذه ديجا غير دستوريه، نثمن الشيء اللي قالوا الزميل سي عامر رخيله. اليوم احنا انسه لازم الجميع يعلم بان السلطه تاع البلاد اللي راهي موجوده راهي تخدم خارج الدستور. نعم. شو ما نهضروش على الدستور اطلاقا. نعم السيده زبيده عسل هذا مفروغ منه، ولكن استنى راني جايه مادام ما كانش الدستور اذا ما نتكلموش على الدستور درك. نعم. نحطوه دو كوتي بيسكو السلطه بعد حطاته دو كوتي خرقاته مره اخرى. الان الشارع راهو يقول لك انا نحب هذه الجماعه كل ترحل. نعم اعطينا سيناريو ديال السيده زبيده عسل في هذه المرحله. السيناريو هو انه لازم تكون شخصيات نعم اللي هي عندها مصداقيه واللي ما كانتش مشاركه في الحكم واللي تقدر هي تدير تشكيله جماعيه، هي اللي تدير كما نقولوا احنا اون ديريكسيون كوليجيال، يعني مرحله انتقاليه. هاد الناس هاد ديريكتوار هذا ماهوش هو اللي راح يشكل حكومه انتقاليه ذات وحده وطنيه مشكله من كفاءات وطنيه ما عندهاش تحزب، ما عندهاش الوان سياسيه. ربما هذه كل تتناقش في هذه الهيئه، لانه الهيئه ما فيهاش شخص، تتناقش على حسب طلبات الشعب وكيف نجسد هذه الطلبات. ثم لما تجي هذه الحكومه. اسمع سيده زبيده عسول، من هذه الخريطه اللي رسمتيها لنا الان ربما اسماء حتى نوضعوا المشاهدين في الصوره فقط. شوفي كاين اسماء من الجيل اللي ما بعد نعم الثوره نعم، وكاين اسماء حتى من الجيل اللي كان هكذا حتى كاين. انا سمعت يامس بعد كي كنت انا تعرفي باللي شاركت في كل نعم اكيد نعرفوا نضالات صح زبيده عسول. كاين ناس تتكلم على الرئيس لمين زروال قال لك عنده مصداقيه الشعب كله قابلو. لا معليش معليش هو رفض، احنا ما نقولوش نعم لمين زروال ربما ظروف هو الرئيس الوحيد اللي طيش السلطه. نعم. قال لك انا ما بغيتش السلطه. نعم نعم. والعهده تاعو حبسها. كان فيه كلام عن السيد لكن لكن لو كان الشعب لكن هو لو كان الشعب يرغب في هذا الشيء لانه عنده مصداقيه اولا وماهوش طامع الناس. نعم. تعرف باللي لمين زروال ما عنده مصالح شخصيه، ما هو حاب السلطه. نعم. ما ولكن هذا شخص فيه اجماع وطني. نعم. عليه. نعم. يقول له كان يجي لمين زروال مش وحده، يجي ويجيب مجموعه مع كاين بزاف الناس تكلم على العديد من زملاء محامين منهم مصطفى بوشاشي. بوشاشي. نعم. مثلا كاين بزاف الشخصيات اللي راهم يتكلم عليها الحراك ويقولوا هذو. نعم. عندهم مصداقيه نقبلوهم. اذا هذو. نعم. يجيو يتكلموا مع بعضهم. نعم. ويديروا خارطه الطريق بالتواصل دائما مع مطالب الشعب. نعم. ويحدوا المرحله الانتقاليه واهداف المرحله. نعم. الانتقاليه واليات المرحله الانتقاليه، هذا هو. بصح ما نقدرش نقولوا اليوم خرجنا من الحكم الشخصي ونجيبوا شخص واحد حتى نروحوا الى حكم اخر شخصي. كذلك ما نروحوش نتمن الكلام يعني وما نروحوش لفوضى. احنا الان السلطه الان بقى لها مخرج واحد الى راه باغيه تتفاعل مع الشعب، والشعب الان راه يطالب بحاجه استقاله. خلاص كملنا مع العهد ما نسمعش عائشه كملنا ما نسمعش الى غايه 15 معليش خلينا نوصلوا احنا نوصلوا الرساله. لا ايه الاستقاله ما تحبش المشكل الاستقاله ونخرجوا بمخرج دستوري يتحل البرلمان تتحل هذه المؤسسات ونعطوا المساحه الحريه
أنه يكون هناك مؤسسات انتقالية اللي باش ننتقلوا مع الشعب، ننتقلوا من هذه المرحلة إلى مرحلة أكثر استقرارا وقوة. سيدة عائشة رانا سمحيلي فقط سمحيلي هنا النقطة، ما لازمش نطيحوا في الفخ، ما لازمش نطيحوا في الفخ نتاع فلان أو فلان. نعم، لأن الشارع الآن سيدة زبيدة عرفتوا عرفاته بطريقة معليش يعني لا بارك الله فيها. على كل حال راهي من راهي مع الفكرة تاع الشاب، راه هو راه سيد وعنده الكلمة تاعو، نحييها ونحيي كل اللي راه محيي هذه الفكرة. نزيدوا نكملوا أن الآن علينا أن ندفع بقوة أكثر باش تطبق المواد، باش يطبق الدستور وتكون المرحلة انتقالية عن طريق الدستور الجزائري الحالي بحيث أنه تنحل الاستقالة حل. نعم. يستقلوا ونعود نرجعوا إلى الشارع بالاستفتاءات. نعم. نرجعوا للشارع بالانتخابات، نرجعوا للشعب. نعم. وسمحوا لي كاين نقطة يعني للتاريخ، كل ما هو شعبي شوهوه. نعم. بدا بها ويحيى شوه ممثلي الشعب اللي انتخبوهم ديمقراطيين، ومن بعد مشى في آلة التزوير. نعم. ومن بعد جابوا لنا عرابي التزوير باش يعاودوا يحكمونا. نعم. ويصيروا المرحلة الآن. نعم. وصلنا لنهايه البرنامج 2017. نعم. اللي كانت سنه انتخابات. نعم. مسيو بدوي. نعم. دار كارثه. نعم. بتزوير عمر سمحيني معليش. نعم. انا شاركت في المراقبه وشاركت عمري ولا شفت انتخابات مفضوحه وبالادله كما وقت. نعم. بدوي. نعم. ودرك جابوه لنا باغي يصير. نعم. لنا المرحله هذه. عائشه الفكره وصلت، حبيت فقط نقولوا انه من صباح احنا نقولوا انه الشعب هو سيد، لانه لوغو سي لو بوبل، يعني حتى في الثوره المجيده سيد رخيله الشعب حب يمن في ربما حركه مواطنه، حب يمن بي. لا سمحيلي باش نكونوا معليش مع احترامي لحركه مواطنه. نعم. مع احترامي. نعم. لهم وماناش باغي نفرقوا، لكن كاين احزاب شاركت وكاين منظمات شاركت وكاين احزاب سياسيه. لا كانوا كاينين موجودين، كانوا دائما موجودين، كانوا موجودين في الساحه. نعم. سيدة الشعب هو السيد. كانوا مع زبيده. نعم. ومع جماعه وكانوا مع لا كانوا مع بعض. انا مادابيا ما نغلطوش، ما نوقعوش القطيعه، ما نشيطنوش ممثلي الشعب الحقيقيين اللي كانوا كاينين، واللي الاعلام واللي النظام حب يكسر. ما نطيحوش في فخ النظام. سيدة عائشة النظام تكلمنا عليه، الشارع تكلمنا عليه، الشعب تكلمنا عليه، حركة مواطنة مثلا سيدة زبيدة عسول الآن يقول لك لو كان تولي الشعب لما يفكر في حركة مواطنة يقول لك لو كان مواطنة تكون في هذه التشكيلة ولا المرحلة الانتقالية ربما مش راح تحافظ على العروبة والأمازيغية، مش راح تحافظ على المرأة المحجبة، مش راح تحافظ على المرأة اللي تحب تعوم بالبوركيني، ربما مش راح تخلي الاذان في القنوات الخاصه اللي الان راهي مفروضه انه الاذان يكون في القنوات الخاصه. يعني الشعب وين راهو؟ راهو تائه نوعا ما، لكن صوته اليوم وصل ان شاء الله يكون وصل للسلطه، ولكن حتى الناس راهم تايهين في من يمنو سيده زبيده عسول، لانه نقولوا سيده زبيده عسول وكان غدوه تكون في هذه الخريطه، هل حتقبل امراه محجبه تخدم؟ هل حتخلي ربما تخلي وحده بالبوركيني تعوم لانها تقول لها مراكش يعني على باج على اون؟ خليني نغني. شوفي يا نساء بعد يجي يغني. سيده زبيده عسول هادو افكار لازم نطرحوها كشعب. انا نقبل كل نقاش وراني. نعم. هنا. نعم. كسياسيه باش نجاوب على كل. نعم. الاسئله اللي تتطرح وهذا واجبي. شوفي الناس اللي جوستومون راهي تغذي في هذه المقولات. نعم. هي جوستومون اللي باغيه تبعد الشعب على النقاش الحقيقي. نعم. شوفي الشعب كيخرج واش بغى؟ بغى يسترجع دابوغ حريته. هم الجزائريين خرجوا بلي بونكارت بالعبقريه يقول لك 62 حررنا البلاد، 2019 حررنا المواطن الجزائري الحريه. اذا الحريه رانا متفقين عليها كل الطيارات. من اقصى اليمين لاقصى الشمال الحمد لله كان اجماع باللي بلو جامي لالجيري ترجع الى ما قبل مارس 2019، يعني الحريه متفقين عليها. الان مواطنه ماهيش مشروع مجتمع، هي مشروع حوكمه. لما تكلمي على المواطنه، المواطنه هي العامل المشترك بيناتنا كل،
كجزائريين كلنا مواطنين قبل ان نكون نعم. اي شيء اخر. ولكن الافكار تاع بوراوي ولكن الافكار تاع عالمي لا لا فغضو المواطنه ماذا تعني؟ تعني انك تكوني مواطنه تشاركين في تسيير الشان العام اولا، وتكوني مسؤوله على واش يوقع في بلادك. اما مشروع المجتمع فهذا من يختاره؟ يختاره لما تديري قواعد تضمن الشفافيه في الانتخابات، ولما تديري تكافؤ الفرص، ولما تديري المساواه للمواطنين والمواطنات امام القانون في الحقوق والواجبات. من بعد كي ديري هذا وتجي هذيك الشعب المساواه بين الرجل والمراه مثلا في الحقوق والواجبات، نعم هي نعم. مكرسه ديجا دستوريا وفي الميراث، مكرسه دستوريا وفي الميراث. هذه لما نجيو نتناقشوا في مشاريع المجتمع نهضروا عليها في لا كونستيتيون اللي راح تناقش مشروع دستور الجزائر تاع الخمسين سنه المقبله، راح يكون كما قال سي بعزيز. وهنا باش نجاوبوا بيسكاو طرح السؤال، سي فغي كو لالجيري بلوريال، الي بلوريال، متعدده الافكار، متعدده التوجهات السياسيه، متعدده. ولكن دوله قانون، دوله قانون، نعم انيسه عندك الحق، دوله القانون هي التي تحمي وتضمن الممارسة لكل أطراف المجتمع بكل حرية. بارك ربي سهل عليها. وانتي تقولي لي هل تقبلي؟ نعم. أنا في الحزب اللي راني نترأسه عندي لا شارجي دو لا كومينيكاسيون تاعي هنا، هي لابسة الحجاب. نعم. وعلى هنا حريتها الشخصية نجي نفرض عليها نقول لها ما تلبسيش الحجاب ولا تلبسي الحجاب، هي حرة. ولكن هي أيضا عائشة، ما لازمش تقول لي انا زبيده عسل لا ما لبستيش الفولار، ما عندكش الحق ديري السياسه ولا ما عندكش الحق. كل واحد حر في الجزائر، وعلى هذا نتكلم على الحريه، ما نطيحوش في الفخ، سمحي لي. كل واحد حر، سؤالك سؤالك، دوله القانون هي اللي تضمن الحريات للناس الكل. سمحي لي سمحي لي، اولا كي تقولوا حركه مواطنه فيها احزاب، فيها احزاب، فيها رؤساء احزاب، وفيها مجتمع مدني، وفيها مجتمع مدني، وفيها نخب، وكاين احزاب اللي ما بغاوش يدخلوا في، كاين كبار احزاب كبار بزاف ما بغاوش يدخلوا معارضه وراهم يخدموا مع الشعب. مانيش باغيه نذكر الاحزاب، ماشي على خاطر نحشم بهم ولا على خاطر لا، مانيش باغيه ندخل في حاجه اللي تفرق الشعب. الان ما كانش حاجه، ما كانش تنظيم. الان الشعب ما فيها لا مواطنة لا أحزاب معارضة لا أحزاب، كاين حاجة السلطة. لا رانا قلنا ما بعد، رانا تكلمنا على السلطة، رانا تكلمنا على السلطة. علاش نعم. علاش درتي أن خلاص مواطنة غادي تحكم البلاد؟ ما قالتش سيدتي زبيدة، لا لا يعني سيدة، معلش يعني قالت كي تجي زبيدة تقول لا لا الشعب غادي يختار الممثلين تاعه. قلنا أن الشعب هو السيد. سيدة عائشة، وأنا نقول لك تما كان الشعب، لا لا الأحزاب أيضا مواقف. عائشة كما قالت لك زبيدة، اسمعي عائشة، الأحزاب مواقف، وهناك أحزاب أخذت مواقف غير مشرفة، هذه حقيقة. بلا بلوغاليتي تاع الشعب غادي يفاجئنا، غادي يختار، هذا ما نتمناه، التشكيلات المتنوعه على حسابه. وما غاديش، لكن الشعب ايضا عنده حاجه، الشعب عنده قيم وعنده ثوابت. سيده عائشه، السياسيات راكي تدخلي لانه الشعب راهو عطل الموقف تاعو. سيده عائشه، تعقيب صغير برك باش نفهمها سيدتي، خلينا نهضروا شويه برك. صح اكو ضيف بصح خليني، اليوم كنت تكلموا كاع بالشعب، والله العظيم تقول كاع ماشي كاع الشعب، علاش مانيش نقول لك ماشي انت شعبيه يا سي، بصح ديري السياسه يفو لو دير، فو فات دو لا بوليتيك. انت السيده زبيده عسول، حنا ما نقولوش كل المعارضه، لكن احزاب المعارضه، بصح كو تون بار دوبوزيسيون، كي نهضروا على احزاب المعارضه، اين هو تكوين المناضل اللي كان في السنوات القادمه؟ اليوم هل احزاب المعارضه فيها مناضلين؟ اليوم هل التمثيل تاعهم في الحراك الشعبي كاين؟ كاين ليكزيستو با مادام اكسكوزيما، ما تخرج للشارع. معليش ما كنتش في الشارع، ما راكش تعرف البارح، ولا ما راكش تعرف الناس، كنت كلاب دي بان. اسمح لي سيداتي سي فو بلي، معليش نكمل لك الفكره. راكي تقول لي ما كناش في الشارع، معليش تلاقيت مع جماعه لفافاس، تلاقيت مع جماعه غير عندو لي ستوري تاعو كامل في المسيح. الشعب اليوم كاع تذكروا الشعب، وين كنتو نهار كان الشعب برا؟ وين كنتو كي كنا؟ وين كنتو يا مدام الاحزاب وين كانوا؟ معليش انا وين كنت؟ انا كنت في كلاب ديف انا وبعزيز، كنا مقصرين في كلاب ديف. سيدتي
اكسبليكيك سكي في مال ماشي الاحزاب المعارضه لو كان كانت على اوتور اليوم هي اللي تقود الحراك اليوم ما نحيلوش في مرحله انتقاليه نحيلو شكون يروح ابري لا بيريود بوتفليقه كي فا غوفيرني غدوه اجتماع مرحله انتقاليه هذا هو نجيبك انت وزبيده عسول زبيده عسول تقول لك هذه لا لا انت تقولي لها لا لا سيده عائشه هذه هي النقطه ما فهمتيني سيده عائشه كلمة عليكم بكل احترامات تسمحي لي انسه كيفاش نديرو الحراك اليوم اللي راهو سلمي اسكو لي بارتي دوبوزيسيون ولا دوتر بارتي فون فير فاس او بوبل جامي ما عندنا ما نقول بعدي نعم كمل فادي اسمح اسمح لي بازل افيك تو لي ريسبيك جو دو كل احتراماتي سيدتي مانيش عليك شخصيا والله بالعكس حبيت نقول قالت الاخت عائشه قالت كاين حزب كبير ويخدم من تحت وما نعرفوش لا قلت كاين احزاب لا لا قلت حزب كبير ويخدم من تحت مادام احنا نعرف ما زلتوا تخدموا من تحت قلت كاين احزاب كبيره راهي في الشارع وراهي تخرج هي خرجوا سيده عائشه لهنا رجعتينا انه انتم راكم تقولوا راكم نفس الافكار في هذه المرحله الانتقاليه وحين تكونوا كامل داكور حنا نقول لكم باللي راحين توصلوا في مرحله وين ماكمش راحين تكونوا كامل داكور هذه هي عائشه وين حبينا نوصلوا انا سيبو دو دير مرحله انتقاليه كما قلت لك انايا في مواطنه ولا في في سيده عائشه حنا نعرفوا كاين احزاب فيكم افكار ومشاو بقوه سيدة عائشة نعرف أفكار سيدة عائشة نعرف أفكار سيدة زوبيدة عسول ما كنتش راحين تتفاهموا في جميع النقاط هذه مفروم منها وحد وحاجة لا سيدة عائشة ولكن في الجزائر الشيء المهم أنكم ما تنسوش للعروبة للأمازيغية والإسلام تاع المجتمع الجزائري هذه هي على هذه ونخدموا مع بعض على هذه الان تقولوا نتكلموا نخدموا مع بعض سيدة عائشة ما كان حيكون صدام بالأفكار سمحي لي انا شاركت انا سيد رحيله من بعد نكملوا بعزيز شوفي لازمنا هنا المشكل المشكل لانه الحلول ما تجيش يعني على مقاس كل الناس اكيد 54 شي الناس كون كانت بور لا ريفوليسيون الجزائريه كلمت يدي هو اللي فيه مجموعه ثانيه حتى داخل يدي ما يمشي ياكل كاين دي سنتراليست كاين دي ميساليست كاين نوايو في وسطهم اللي هي جماعة تاع لوس أغلبية منهم في لوس هادو تروزيام فوا الاتجاه الثالث أو الطريق الثالث هادون كي جاو يقروا في الثورة ما داروش الإقصاء خاطبوا الجزائري بصفته الشخصية بصرف النظر على الانتماء نتاعو ولا على الخلفية نتاعو علاه كان كاين عندنا جمعية العلماء ما كانتش تنادي بالثورة كان عندنا لو بي سي ا حزب الشيوعي الجزائري ما كانش ينادي بالثوره كان عندنا ليدما اتحاد ديمقراطي البلد الجزائري ما كانش ينادي بالثوره ولكن المنطق تاع المرحله والمنطق تاع المحطه التاريخيه قال هذه الثوره ثوره الجميع نعم هذه هي وجه النداء اليوم رانا في محطه تاريخيه اخرى ماهوش لازم نفكروا في الاقصاء كي نقول الاقصاء جهه واحده اللي تقصي هي الشارع الشارع درك اذا كان احنا جماعه نتاع الموالات اللي رانا نقولوا بلي عندهم اغلبيه مفبركه من طرف الاجهزه ومن طرف السلطه اذا كان الموالات هذو اليوم ولا المعارضه غدوا عندها رضا الشارع لازمنا نحتكم للشارع واذا كان الشارع هذا العناصر المنبثقه منه وكذا تقدر تهيمن على الشارع وعندها هي اللي تمثيليه في الشارع فليقول لها ذلك ولذلك هذا التفكير تاع اننا نحاولوا نتفقوا ما نتفقوش نتفقوا على حاجه واحده ديروا تنازلات روحوا قواسم مشتركه ننطلقوا نديروا مؤسسات نمشيوا للشعب نعم هو اللي يختار نعم. اذا كان عندكم ثقه في الشعب اهلا وسهلا هذا هو وكي نقول الشعب لانه ما يمكنش بان نديروا نقله في البلاد هذا السياسيه ولا اقتصاديه ولا فنيه ولا ثقافيه ولا اجتماعيه ما لم تكن مساهمه الكل ما نجربوش دروك الناس اللي راهم موجودين في السلطة كامل ولا نجرموا الناس راهم في المعارضة جربناهم ديجا لا ما نجرموهمش اللي نجرموهمش شكون هما؟ ما نجرموهمش انا عميه لا بصح جربناهم في الواقع ما نجرموهمش جربناهم وي بصح ما نجرموهمش دو كال دروا انا نقصي واحد ودو كال دروا نقصي انا واحد موجود في لافافاس ولا في لافافاس غير اللي سرق ودار تاع النظام هذوك لازم يتحاسبوا هنا نقولوا هذه الهيئة اللي تنبثق على هذا المخاض تاع الشارع هي اللي مطلوب منها ترى نعم. سؤال من عيلك هذا لا لا فتح ملف
من أين لك هذا؟ فتح ملف المحاسبة تاع كثير من الناس اللي سجلوا تجاوزات. متفقين ها واتفقنا في نعم. نعم الفكرة وصلت بعزيز عند التدخل حتى أخذها تدخل آخر تدخل مدلكم موت. حبيت نقول باللي إن شاء الله هاد الليلون بوزيتيف هاد الحركة الإيجابي هذا إن شاء الله يولد فينا حاجات اللي نسيناهم. شعب جزائري تلاقى تلاقى مع الجزائري، كنا ما نتلاقاوش كل واحد في جهته وكل واحد في اسمه، كل جماعة راهم يتلاقى ناس تلاقى في جماعة و سي با فورسيمون بوغ ان تروك ديجا. هذه حاجة إيجابية كبيرة وين الشعب ولا يتعرف بيناتو من كل جهة وكاع. إن شاء الله نخليو هذا الإيجابي هذا باش نتجاوزوا حاجات. وأنا كفنان واش نحب نقول لك، ما نقولكش الكيرة ماذا بيا نتحبوا بيناتنا، نوليو ما نتخازروش هذيك الخزرة هذيك تاع الكور هذيك، نقولوا صباح الخير بونجور ميرسي يا خويا نتحبوا باسكو عملنا حاجه شابه. ان شاء الله نخليوها في هذه لا بوتي هذه هكذايا، وبعد نخليو النقاشات السياسيه للسياسيين. معليش احنا راه متفقين سياسيا، معليش معليش با تخبم نقاش، نديروا اسس تاع ديمقراطيه صحاح، ومن بعد كل واحد يخير يا خويا الشعب تاعو يحب كما قلتي العوم العوم يحب واسمه. نعم هذا هما، خاطر العالم خلق حاجه تاع كلمة شعب هو الانتخابات. نعم وحنا فصوهم كاش حاجة أخرى. نعم كاش حاجة أخرى، ولا عندكم حاجة أخرى ما على باليش. مي كاين الانتخابات لي زيون مانو ديرنا ديرنا داك شي يقولوا الأسس هادو في الدستور نقية ونزيهة وين كل واحد واسمه والشعب يخير يا خويا. عجبنا عجبنا، ما عجبناش نعاود رشوتي والنظر. نعم بعزيز كلمة لجمهورك اللي شافك اليوم من خلال برنامج بعزيز، كلمة للجمهور اللي فوالا هذه كلمتي. ان شاء الله نتحبوا ونتخاواو. نعم وان شاء الله اللي فرقونا وكاع يعاودوا يلاقيونا، حتى ولا نتخلفوا نتخلفوا في المحبه وفي الاخر. نعم ننتظروا الجديد بعزيز ان شاء الله. ان شاء الله بيان سور اسنا شكون يديروا بريزيدون نعطيه. نعم سيد عمر خيلا كلمه اخيره. لا انا اذا كان فيه كلمه خط بها السلطه. نعم السلطه الان راهي امام مسؤوليه تاريخيه، عليها بتحمل مسؤوليتها بدون أنانية، تحمل مسؤوليتها تستجيب لإرادة الشارع. إذا كان هي راهي تحوس على الشرعية، الشرعية راهي في المادة 7 من الدستور الجزائري تقول باللي الشرعية مستمدة من الإرادة الشعبية. الشعب راه يتحرك، الشارع هو الشعب، هذا الشعب هذا لابد من الاستجابة ليه، ونعدلوا عن هذيك الحكاية تاع نظرية المؤامرة، نحاول نحتال على الشعب ولا نحاول نفرقهم ولا نحاول الاختراق ولا نحاول نوجد كيفات مقاييس ولا نحاول دخلهم في متاهات تاع الخلافات. اتونسيون هما ماشي هذو اللي يختلفوا برك في بعضهم، او كاين طوائر اخرى اللي تصنع لهم الخلاف وتحرض هذا على هذا وهذا على هذاك. وانتم النساء نقول لكم حاجه، راكم عاقبتونا في قانون العقوبات، عدلتينا الماده 266 يرحم والديك، باركونا ما نزيدوش تعاقبونا. اليوم راكم قصيتونا، والإقصاء هو اللي دار الشارع، الإقصاء، خروج الشارع هو نتيجة الإقصاء، الاحتقان اللي وقع في الشارع نتيجة تاعه شنو هي؟ راحت واجبك سيدة زبيدة عسير. معليش أنا صديقتي وزميلتي منذ عقود من الزمن، فهمتي؟ وماذا بيا تجاوبني وما كاينش مشكلة، وعندي روح رياضية اللي نستقبل أي نقد منها، واش هي الاحتكار ما نقبلوش. نعم. لأنه الشارع راه ضد الاحتكار تاع السلطة، تاع الجماعة اللي راه محكمة. النساء ولا بال باش تنتقدوا زملاء، سي فرصة. سيدة زبيدة عسول. أنا نعتقد أنيسة باللي اليوم الشعب الجزائري كيخرج في هذا المليونيات المتتالية، درك شهر أرفع عنا روسنا كجزائريين، ونقول لك صدقيني أنا يعيطوا لي الشباب من كل اللي ساكنين سورتو خارج الجزائر، مساكن اللي في كندا اللي في فرنسا اللي في انجلترا اللي حتى في رومانيا يكتبوا لي يقولوا لي حسينا روحنا بلي رجعت لنا الفخره دتخ الجيريان. بغيت نقول بلي المظاهر اللي عشناها راهي من اجمل المظاهر اللي رجعت للشعب الجزائري كرامته وعزته وافتخاره بجزائرته. كذلك شفنا حاجه اللي ربما انا كي كان الاستقلال كنت صغيره ما نشفاش على احتفالات الاستقلال، بصح اليوم كي عشتها فريمون بكيت بليزيوغ فوا باسكو حسيت باللي عشت استقلال جديد، حريه، عيد الحريه. اليوم التضامن اللي لقيناه من عند المواطنين، يطيشونا في الماء من لي بالكون، يجيبونا الحلوى، يجيبونا الكسره، يجيبوا يعني هذه اجمل مظاهر. صحيح. ونقول باللي غباء السلطه واستمرارها في التعنت هو اللي وحد الشعب الجزائري اليوم، واليوم الشعب الجزائري موحد حول حاجة بسيطة،
انه هذه قواعد النظام اللي موجوده اليوم نتاع السيستم بوليتيك ما يحبهاش الفو بلو، لازم هذا الرئيس او من يتكلم باسم الرئيس ما زالت عنده فرصه اخيره انه باش يقول راني سمعت صح للشعب ويحترم اراده الشعب، انه يحل المجلس بغرفتيه وانه يسلم المشعل الى هيئه انتقاليه هي تدير المرحله الانتقاليه لضمان استقرار الجزائر. سيدي زوبيدا على فرح ذلك. نعم سيد سيدي. الدستور لا يمنح رئيس الجمهوريه حق حل الغرفه الثانيه، يقول لك حل المجلس الشعبي الوطني في الماده 147 من الدستور، حل المجلس الشعبي الوطني. مجلس الامه يمكن يكون في اطار تعديل دستوري يمكن الغائه ولكن لا يحل. لماذا؟ لانه هذا يمثل صمام امان. اليوم رئيس الجمهوريه يموت، ما كان لا سلطه، ما كانش مجلس امه، ما كانش مجلس شعبي وطني، نزيدوا ندخلوا ازمه سياسيه دستوريه اخرى. خرجنا من الدستور استاذ رخيله. لا لا راكي تكلمي، راكي تكلمي على الحل. نعم تفهمي حاجه لازم تفهمي بالحل. لا لانه لو كان تخلي هذه المؤسسه هذه ممكن من الناس تتكلم على الماده 102، ناس تتكلم على الماده 102 تجاوزت على الاحداث. ما يكونش من الناحيه الدستوريه انك تنحي صمام امان ليحمي المجتمع يا ولدي. الامان صمام الامان هو الشعب وخرج وقال الكلمه تاعو. والزميله عائشه راهي كذلك تنادي استقالة الرئيس واش بقى في البلاد الى استقال الرئيس؟ ابا نتفاهموا، نقدروا تحمسوا نقدروا كذا، ولكن كاين مسائل قانونيه دستوريه لازم نضبطوا انفسنا عليها. ولا نكرروا الحكايه اللي وقعت في 91 27 ديسمبر، ينشروا قائمه الناس اللي نجحوا في 2 ديسمبر، يحلوا البرلمان ويحلوا السلطه كامل وتكون استقاله، ويلقينا رواحنا في مرحله انتقاليه تعسفيه. هذا هو. نعم استاذ، مع احترامي ليك ونضالك لا القانون ماشي ليا. لا معليش، انا ما لازمش نعاودوا نرجعوا لمرحله نخوفوا من 91 ونخوفوا من 92. ما رانيش نخوف، انا نقول لك على الخطا اللي ممكن نرتكبوه. معليش باجراءات بالضبط. عندك الحق تنبه، هذه راني جايه، راني جايه. عندك الحق تنبه كقانوني كدستوري لبعض الامور بعض القضايا. احنا الان نريد مخرج للشعب الجزائري، الان ما لازمش نخلوه في الشارع، ما لازمش يبقى في الشارع. لا قولي لي انت مع حل مجلس الامه؟ نعم انت مع حل مجلس الامه؟ انا اقول لك غير الآن لا راني يمكن. مع انا دروك راني مع انه تنحل هذه المؤسسات الان ويخلي الشعب الان يروح يبدا يرتب في اموره باش يدخل مرحلة جديدة. نعم. مرحلة نعم. انتخابات حرة. نعم. مرحلة إصلاح جديد، مرحلة هذا اللي ني معه. نعم. هذه النقطة. معليش الكلمة الأخيرة. نعم. لا كلمتي ربما اللي حبيت نقولها فعلا فضل. ربما في إطار النقاش والتجاذب وهذا ممكن نقع الجميع يقع في تعبيرات ولا، لكن حاجة اللي لازم نقولها أن الشعب الجزائري بممثليه بأحزابه بالمجتمع المدني بالآخر تاعو راه قادر أنه يطور المنظومة المجتمعية بكل أشكالها. نعم. واللي صح. تمثل. نعم. كل أطياف. نعم. الشعب والحمد لله. نعم. وحاجة اللي كاينة في الجزائر، خصوصية في الجزائر كما قالها من قبل الثورة إلى وقت الثورة. نعم. إلى بعد. نعم. الاستقلال تتلاقى الأطياف كلها ويخدموا مع بعض. نعم الفكرة وصلت. ما يجمع. نعم. أكثر مما الله. يفرق الجزائر. نعم. إذا قالت لكم سيدة عائشة أنه راحين نتفاهموا في جميع الأفكار وأفكارنا موحدة. لا ماشي جميع الأفكار، رايحين. نعم. نتلاقاو على المصالح الكبرى. نعم. وما تشتتناش الأفكار. نعم. الجانبية ما دام عندنا حاجة، ما دام عندنا. نعم. نعم. كما قلتي أنتيا كاين ثوابت. نعم. كاين دين ولغة، هوية، علم، لغتين الأمازيغية والعربية. ما دام كاين هادو يجمعونا ما تفرقناش. نعم. الجزئية الأخرى. إذا شكرا سيدة عائشة. شيرين سيد علي قولوا لنا راكم تجهزوا لكاش النتائج إن شاء الله. كاش ميدالية أخرى ولا كاش منافسة ولا إن شاء الله يكتب لنا ربي. رانا دركا كيما رانا اليوم هكذا رانا في تربص في استاج فيرمي في سويدانيا. جيتونا خصيصا لبرنامج الجزائري. نعم جينا عطينا عطايا المتاع الصباح الحمد لله ريحنا شويه. قلت لك رانا حضروا كاين جرون بري في
في باكو في أذربيجان اللي يسمح لنا باش نزيدوا نلقطوا نقاط باش كاين اللي راهو مليح في الروكينغ ليست باش يتحسن ثاني كيزيد يتحسن وكان اللي راهو بعيد يزيد يطلع سما الروكينغ ليست هذا هو اللي فيه النقاط تاع التأهل تاع لي جو بارالمبيك ان شاء الله وعندنا يعني جي لونس ان ابل دو سبونسور ان شاء الله نعم يكونوا في الاستماع ان شاء الله تكون نتمنى ما يكونش سبونسوريزم غير في الرياضة الصحة ولا في رياضة كرة القدم خاطش ما كاش في هاد البلاد وما كاش في هاد البلاد غير كرة القدم وما كاش غير الصحة حنا تانا كرانا نرفدو في الإعلام كيما حنا كيما الآخرين دومونديو خاطش الدولة ما تقدرش تشغل تغطي لك كاع الاحتياجات ديالك وحنا عندنا رجال أعمال الله يبارك وعندنا مؤسسات كبار اللي نعم. يقدروا يسبونسوريزيو هاد الرياضة إن شاء الله تكون عندنا سبونسور في رياضة جيدو إن شاء الله نعم إن شاء الله هذا ما نتمناه شيرين كلمة أخيرة شيرين جبنا البيت ولي البورت باغول تاعكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يعطيك الصحة بون نقول لكم مرة واحدة أخرى يعطيك الصحة على هذه الاستضافة وإن شاء الله كما يقول لك هذه الحصة تاع الجزائرية إن شاء الله تنجح نتمنوا لها النجاح ان شاء الله يعطيك الصحه وكما قال لك خويا سيد علي ان شاء الله لي سبونسور ان شاء الله يشوفوا فينا بس كاين كما يقول لك بليزر رياضات راهم ليك عندهم قال لي سبونسور تاعهم كما حنا جودو ذوي احتياجات خاصه ما عندناش حتى ما عندنا حتى سبونسور كما دوكا عندنا بروبليم هذا هي سي با نورمال في ديبلاسمون تاع باكو هذا عندنا بروبليم حنا اون ايكيب فيها 8 اتليت ولا 9 اتليت قال لك ما كاش دراهم ما تقدروش تروحوا كامل يروحوا غير 5 اتليت سي با نورمال نعم هذه سا سي با نورمال مازالو تيراجو قال لك يروحوا غير اللي سمحنا رانا في سبور هنا شغل زهر نهار يطيح في لافورم تي كلاسي راك مليح كاين اقتراح كاين اقتراح اللي كانوا بغي يترشحوا كانوا موجودين دراهم للترشيحات ومازال ما اندارج هذوك الدراهم يروحوا لهم لي سبور ان شاء الله هذه ان شاء الله أنيسة سي تي أغو ماركو ولا غير جمع واحد جاز الحصة تاعنا في البرنامج ولا غير عنده زهر تقول عندنا دعاوي الخير ان شاء الله ان شاء الله الناس راهم في الاستماع ولي سبونسور يعني انا ولا غنتاسف كي نشوف يعني نشوف نابورتي كيف في العالم انا كي نشوف لي زيكيب اللي تحتنا في النيفو يجوا بلي سبونسور ديالهم تشوف فيهم بلي زيكيب ديالهم كيفاش دايرين لو ستاف ديالو كيفاش داير لي تورنوا هادو كاع يديروهم حنا نروحوا غير للشوك احنا هنا في الجزائر كيما سمعت الجزائر تروح غير للشوك باش نفهمكم بصح تلفت توجور الاعلام وتعيط الحمد لله يا ربي بصح كاين دي فوا تكون دي ليميت نعم كاين وقت وين صح تحس بالضر تحس بالضر نهار تلحق في وسط تولي تشوف عباد واحد اخرين راك تدار معاهم ماشي كيما اللي خليتهم انت خليت هذا البنادم انا نقول خليت جورجيا في مود مي خليته في هذا النيفو لحق جويي تبدل النيفو ديالو سي با نورمال نعم اذا مطالب شيرين سيد علي راهم عينا راهم يتكلموا نعم شيرين نعطيك باش تكملي لانه كوبينك في النص قلت لك كما قال لك سيد علي ونتمنى النجاح كاع الاساتذه اللي معانا وصافي بليزير كي تواجدنا ويجيبوا لكم حقكم ان شاء الله ان شاء الله بيان سير ديها طوطريني شويه شيرين سيل توبلي ديها دير شويه جيدو يرحم بابا ماشي مشكل ماشي جودو يرحم بابا حاول يقضيو عليا دير شويه جودو ماما لي جوتي وبرضو مشكل نشكركم على قبولكم دعوتنا بعزيز تكملوا تكملوا بالموسيقى سيغ سان نمد لك كلمه اخيره لا لا انت تحب يقعد معنا بعزيز كلمه الاخيره فوالا لو بتي ديرني مو برك باش نقولها سيدتي بكل احتراماتي مقبله باش ما تزافيش عليا روح رياضيه بارح خرجت عائشه مالفه بالسياسه بارح خرجت نشم هوا كيما زبيده وكنت مع اون فام ظريفه بن مهيدي اللي في عمرها 80 سنه مشات عباك واش قالت لي كنا نمشيو قالت لي شوف وليدي الشعب فطن والشعب يعرف صلاحو يعطيك الصحه يعطيك الصحه اجلات اخرى بعدين نكملوا بال كانوا كاينين مناضلين كانوا كاينين خلاني اغنيه بلاديه بلادي اللي كانت مزيره علينا وعطينا كما كنا نتمناو توجو حنا نوت باي ان شاء الله افونس وكي كان الزيارة خرجتها الأغنية باش وين شفت كان طاهين وباش تعطينا الاسبوار في فيفغ بعزيز يعطيك الصحة إذا نكملوا مع بعزيز مشاهدينا وصلنا لنهاية البرنامج نتلاقوا بكم الأسبوع المقبل نفس التوقيت نفس القناة في قناة وحدة قناة الجزائرية وان قناة كل الجزائريين إلى اللقاء نكملوا بالموسيقى Thank you.
شفت الناس كانت لاباس ماشية هيمة محبطة الطاس كان الخوف في قلوب الناس ماشية هيمة محبطة الطاس شفت صغار قاطعين البحور تتمنى بتلقى بلاد نور أنا صغير ما تلومنيش بلك يا تزاير ما فهمتنيش بلادي يا بلادي ولدك مجروح من غير بلادي ما عندي وين أروح بلادي يا بلادي ولدك مجروح من غير بلادي الصبيان مهما يطول خير علينا يبان شفت صغار مشات ما ولات اللي تمناوه معاهم راهو مات هو صغيرة ما تلومنيش بلك يا تزاير ما فهمتنيش بلدي يا بلادي ولدك مجروح من غير بلادي ما عندي وين اروح كمان بلادي يا بلادي ولدك مجروح من غير بلادي ما عندي وين اروح